بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم. مالك استاذ جوكتان ولا الله قولك اسلام لايف يقدر يقول نبي قصة لي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. عطك يا جمال مقشان واضح مية ولا ليال. حياكم الله. كسر دوادة وحن ما شاء الله ودي مقل إسلام. كسر دوادة وحن بلا بننا درسي شن يتبنات أما وحابقة تنساد الله سعطان قصدي نبيجي شن يتبنات يان قادرنا وعاو وحن بمسرنا نبي موسى عليه السلام. نبي موسى عليه السلام وكيميت وحابقة رير بني إسرائيل يان عاو دمسرنا وانا قصدي أفراد ويان او نبي موسى عليه السلام او حضراتين اسغا ويسك الله صدح قصه قهر ايان دوبني او ويب سايت قولك اي كو جرتا مدرسه قولك اسلام لايف ايا انو فايدي الى سبحان الله تعالى وحضراتها ان حريستو مامولك شعبك اي اداره اي ولاله قولك اسلام لايف سو دسي اللهم امين الهي ميزانك حسناتك او درو دمانتود معلمين تينا قبلهن يا ويلشين يا رب العالمين. نعم ولا ليال وحرجين إلا إن ولا لها سوعة زمتان ويهدى وحن بلابني درسي أدبيي وقصة الأنبياء والنبي موسى عليه السلام أنبياء كلا كحبتا وحادو قاتين طبعا نبي كلا نوهري نبي أدبي سنة وأدبتين ورسول كيني محمد عليه الصلاة والسلام أيان قادن دون الله بصدح درسي سان إساقنا أن أبرنه تاريخ دي سي وحي مارتي وقتي دي سي إن شاء الله. لكن عاوة ولا ليال عاوة درسي هو علوسي هاي وايو وحاضراتي نبي موسى عليه السلام مركي وكسو بحصدي اما الهي سبحان الله تعالى وكسو مارتي كسو صاري مارتي دبتي إساقا يرير بني إسرائيل فرعوني كسو بحصدين بدي إسو قدبين وإلهي سبحان الله تعالى بدي وحاضراتي وغدسي وضع وغفري سمح السطان وضد أغفر إلهي سبحان الله تعالى بالفيرية معجزة السمية سيد أبداديو نبي جيسى وحضرات موسى عليه السلام إيو مساكين تمركة لسعتي وضد أغفر كد من وحضراتين فرعون ملعونك وتيلكو هلاقي إساقي عسكر تيسي أسحاب تيسي بدي إلهي كروغي وبدي مارتي أدميس. نعم طبعا هل كيفان كسي ودنا عاوة وحضراتين وحن أكلا قيبيننا درسي عاوة صدح قيبوت بعد أكلا قيبيننا محادة عي قداشي محاكرد عي مركي بدي كدقود بين إمادين فلسطين محادة عي ولا ليال وايو مصر أيه مارتي كسوا بحسلين سو إلي مصر عطان سو محسلتان دروس وعروس تهبين كسر مسابقوين بعد خوق عطان وسلسي عام بدو حفدي سان. نعم ولا الله رير إسلام لا يدخلكم كتحان نعم وحضراتين مصر بكسوا أردين وحضراتين فلسطين يا إمادين فلسطين محاد عدونا قيبتا سنقالن دونا وحنا كحيقة معجسوين آديات أفر بضن وإلهي الكتوسي دونا موسى عليه السلام إيو رير بني إسرائيل مكا الله الصعدو إيو وحن كسور لما يستري دونا إلا قيردي مارتي نبي موسى عليه السلام. بارك الله فيكم وحينو سو جيدين درسيقة مارتي ولكن جمال إسلام رايف حفظ الله إيه ولكن فضيلة الشيخ نبيل العوضي أيها إنوسو جيدين درسيقة حبيت بان أكلا ليقي دونا حبيت بان أكلا قادن دونا وحاد أغاتين ولا لها شرفت لقيمة هلي رنتي ولا لها حوق بأسو السعودان بدك قاركود وحلين أخي حبيلابين وحاد أغاتا نسي إلا هل دقيقة وحقير سيان بدك الليسك نقجروا أن سوء عزمنا منهين وايو ماشان أكلا ومال نحريس سوء دقيسو ماشان أكلا ومال ملايبة الرحمة يكون سوء دقيسو سكينة إلهي سبحان الله تعالى سيدتك أردنا يقف عيديستان برامج كان قصص الأنبياء دروس تنتحن عقيدين أهل السنة والجماعة قولك إسلام غايف طبعا أنفجرنه واحد وغاتين وقصة آدياد وعجيب ويان سيد يقف عيديستان هالمر مركة ولا ليال تقبل الله سوء عزم ولا لها واحد وغاتين دروس تهرنا واحد كهي ليسان إن شاء الله وبساتك قولك وبساتك كومل جارك إياد كهي ليسان أحبابي في الله إخواني في العقيدة وبسات كيكو قرنت الجمال اسلام لايف تريبو.com هل كاسان كسور لما يستري دونا كل جينا شن إلا باتنك النبي إيه وبسات عصب إيه قولك مارتي
qolka la ka furi doona oo qolka uu noqon doona asaas insha Allah. Soo walaalaha mad gasheen website ka gala walaalayaal, oo waxaad ogaatiin ka faa'iideysta waxaa ku jira maarte Nabi Aadam alayhi salaam, Nabi Ayyub alayhi salaam, kulligood Yuusuf alayhi salaam, kulligood maasha Allah waa yahay saasi weeyaan. Barakallahu fiikum, way dhamaystiran yihiin. Adresska waa kan qolka dhexdiisa ku qoran, soo ma jeedaan korka qolka ma u jeedaan meesha cilwaanka waxaa ku qoran qolka Islam Life Nabiga ku salli Allahu Akbar. Hoostiisa waxaa jirta laba website ku qorantay, midna waxaa ku qoran reer Islam Life, midna waxaa ku qoran jamaalka Islam Life ku qoran tahay. Yaad galaysaan, aad ka helaysaan insha Allah duruusta oo dhan. Gala oo meel dhigta oo favoritka ku darsada insha Allah. bismillah الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصدي نبي موسى عليه السلام ايام توس وقالنا وحبد حبيت ان اقول راح يسدونا الهي وحن كبرنا سبحان الله تعالى سدون نقول كلا سيي قل كان بركيسا قل كان اسلام وايف انه كل دينا نقول كلا سيي جنات الفردوس الاعلى. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. احبابي واتن قصدي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا ولازلنا عن قصة موسى عليه السلام. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن الله عز وجل نجاه مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم في البحر، ورأى بنو إسرائيل ذلك. أول ما تجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدون صنما على شكل عجل، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما شاء الله قصة ديوان توس أقلنا حبا قفصننا إلهي سبحان الله تعالى هاي نحفظ دمانتين. إلهي سبحان الله تعالى مركو موسى عليه السلام وصو بدبادي بدي كسب بحين إساق رير بن إسرائيل محاد عيا قلو إيه صامرين قلو وحاد وقاتل إخواني في الله سبحان الله وجاهلين محي سمانيان جاهلين تا وحي عابوديان المها وحاد وقاتين سعة المير السعة هي عابوديان كورما سبحان الله مركز رير بين إسرائيل شيطان كيا مضح وكل فنيا وكوان وصوبت بادي نعم مارت نبي موسى عليه السلام محلين نبي موسى أدقنا إله نويل كورما إخواني في الله سبحان الله أدقنا إله نويل يعني جهل جهل لماذا يبقى كسوا نقنيان reer waxa dogaatiin reer bani Israa'il oo imika la kasoo badbaadiyay waxa dogaatiin gacantii Fir'aawn ka warama walaalayaal. Naam wax leeyahay adigana ilaahay noo yaal bal annakana wax kale aan caabudno, waayo qoladan imika wax caabudayso af Soomaali maxaa lagu sheegay ikhwaani fillah ilmaha saca maxaa lagu sheegay af Soomaali soo qoraysaan u faahfaahinaysana kulligeena insha Allah ilaahay dambigiina ha dhaafo dambigeega ha dhaafo ya rabbil caalamiin. Weel miya weel ha weel maasha Allah ha ويل دبي وحنو ملاي وكوين ولا المينهين ها ويل نعم بارك وإلمها سعة هي عابدين ودفع أمتين بان أمالي إن شاء الله ها إلمها سعة نعم أنا إلمها يعني هستا تيغ وحنو ناسو ماهن دبي إيه سعة ندي عرور بردلا مركا ساسو ويان إن شاء الله على كل حاجة ودفع أمتين بان أمالي هنكون نقول نقصد دي إن شاء الله. الله أكبر، للتو نجاكم الله والآن تريدون إلها آخر؟ قال إنكم قوم تجهلون، أي جهل هذا الذي أنتم فيه؟ ذهب موسى عليه السلام وهو في طريقه في صحراء سيناء مع بني إسرائيل، ذهب في ميعاد مع ربه عز وجل ليكلم الله عز وجل، إنه موعد بينه وبين الله، وخلف على قومه على بني إسرائيل هارون عليه السلام. نعم نبي موسى عليه السلام وليابه ورهدا إلهي سبحان الله تعالى نقصه بدباديه فرعون إلهي بنسه بدباديه haddana waxaad ku noqonaysaan kawar juhala yacni aqli darro yaad ku noqonaysaan. Waxaad weydiinaysaan waxaa ogaata ilaah noo yaal, ilaah waa keliyaati weyn, waa laa ilaaha illallah weyaan soo maahin. Marka waxaad ogaata Sinaay baa la soo jaraya, saxrihii waxaad ogaata banaankii Sinaay baa la soo jaraya, oo waxaad ogaata Falastiin baa loo socday ikhwaani fillah waayahay. Baarakallahu fiikum jazaakum allah khair. Nabi Muuse calayhi salaam xoogaha wuxuu ka dheeraaday qoomkii uu markaa la socday reer bani Israa'iil, maad la socotaan? Nacam barakallahu fiikum. Nabi Muuse calayhi salaam uu kasoo dheeraaday, waxaa u tegayaa ilaahay buu la soo hadlayaa, uu cibaadaysanayaa ilaahay buu la soo hadlayaa, meel is oo gaara oo buur ayuu tegayaa. Waxaad ogaataa ilaahay buu rabaa
inuu wax soo baryo ayuu uga tegaya ayuu ugu tegayaa reer bani israiil. Walaalkiisii walaalkiisii waa taqaanaan kulligiina walaalayaal, haaruun haaruun ayuu uga tegay, uu leeyay haaruuna sii ilaali reer bani israiil. Baraka allah fiikum jazaakum allah khair. Halkaasaan kasii wadaynaa qisadan macaan muuse calayhi salaam. أخوه وكان قد صام شهرا كاملا قيل هو ذي القعدة قبل أن يلقى ربه، ثم أتمها الله عز وجل وقال له صم أيضا 10 أيام، فجاءه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ذهب ليكلم الله عز وجل عند ذلك الجبل، وأعطاه الله عز وجل ألواحا وكتب فيها التوراة. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. سودة وادة دمانتين ولا ليال واحد غتان انت قهر intuu la hadli ilaahay subxaana allah tacaala dulqicda ayuu soomay, bisha oo dhan dulqicda ayuu soomay. Waxaad ogaatiin nebi muuse calayhi salaam waxaa lalina waxaad ku dartaa, maxaad ku dartaa 10 ayaamood oo dulxija, nacam 10 ayaamood oo dulxija ku dar, markaasuu buur imid. Allahu akbar, buur buu imid, ilaahay buu la hadlayay subxaana allah tacaala. Aayado iyo waxaad ogaatay hadallo fara badan ayaa laku soo dejinaya, ayuu walaalayaal ayaa lagu soo duljinaya. waxaad ogaatay muuse calayhi salaam maxaa la siiyey? Alwaax baa la siiyey, alwaax baa la siiyey uu ku qorayo, maxay tahay? Kitaabka at-tawra. bal fiiriya caawa halkaan soo gaadhnay, kitaabkan at-tawra uu ilaahay soo dejiyey ayuu ku soo dejiyey muuse calayhi salaam. nacam, kitaabkii ugu horreysay at-tawra ayaa caawa ayuu qoraya ka warama muuse calayhi salaam. allahu akbar walilah alxamd. soomaahi inaad walaalahan soo casuntaan, soomaahi inaad walaalahan liiska kusoo casuntaan, aad tiraadaan kaalay ila dhegayso qisas alambiya, kaalay ila dhegayso muuse calayhi salaam oo caawa laku dhammaystirayo qolkii barakaysnaa islaam life. maasha allah taqabbal allah. nacam, soo casuma. وكلم الله وأعطاه الوصايا والحكم والعبر والأحكام، وبعد أن كلمه الرب عز وجل اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه، كل من سمعت صوته تشتهي أن تراه. قال موسى عليه السلام يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرنك معانا قيبتا معانا قيبتا وحد أبهنت تفسير وحد قالت إلهي سبحان الله تعالى دور جربوا انت قور لهد لسو ماهن موسى عليه السلام لايف بو لهد لي إخواني في لايف بو لهد لي. طبعا معانا مركة هذا الإلهي لما قليه التوصل الله مقليه، يعني موسى عليه السلام إيمان يا قلبي جسي كشي بحسمي وحج على إخواني في الله إنه إلهي وأركه إنه مباشر وأركه إنه لايف وأركه من وقت أيوج على السي مركز إلهو إلهو وحرب إن كوأرك إسككتوس ويان أفصمالي مركان كسر دابيو هي إسككتوس مركز إلهي سبحان الله تعالى وجوابي أولي مي أنا جا أدونك لجوم أركه لكن مؤمنين تا مؤمنين تا وحي وارك يا جنة لا إله إلا الله محمد رسول الله عز وجل إلهي وحن كو أركي دونا جنة هدان إلهي نقدق أهل الجنة إلهي نقدق كل جنة جنة إلهي كل جنة نقدق جنة وجه إلهي سبحان الله تعالى يان أركي دونا والأريال. اللهم آمين اللهم آمين. إله دعاء نغا أقبل إله دعاء نغا أقبل يا رب العالمين. كو وجه كو أركي دونا أدونك waxaanu jeeda jannada kuwa ku arki doona ilaahu naga dhig kulligeenna kuwa hadda i dhegaysanayo hooyooyinkeenna aabayaasheenna waalidkeenna caruurteenna xaasaskeenna raggeenna adaryaasheen iyo wixii oo dhan mu'min yaa rabbi alcaalamiin allahuma aamiin. markaasuu ilaahay ka yidhi may yaa muuse maya waxaad ogaatay aniga qof igu arkayo ardada oo ku nool dhulka yacni aniga ma jirto ee jannada yaa waxaad ogaatay aniga ligu arka. ha dhegaysano insha allah. lan yaraani axad لكن أهل الإيمان في الجنة يروني. قال ربي اشتهيت النظر إليك. قال يا موسى انظر لهذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم. قال سوف أتجلى شيئا يسيرا لهذا الجبل، إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. فتجلى الله عز وجل شيئا يسيرا للجبل فاحتز الجبل ودك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا المنظر صعق ثم أفاق فقال سبحانك تبت إليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحد ذاتين نبي موسى عليه السلام
وحر يا الله وحان جعليست إنان كو أركو إنان وجيقاق أركو مركاسو كيري مي أنيقى أركي ميسي لكن أرن بان كو شاقيا وح كميدا أنيقى إيان سمانيا أرن أنيقى إيقميدا إيان سمانيا بورتا مدو جدا بورتا أكتا أتكو تاقنت مدو جدا أما بورتا مدو جدا هلك أكتا ها وبور آد ياد أوين إخواني فلا سبحان الله وحر وحبان كو سود جندونا وحبان كو سود جندونا أنيقى إيقميدا هدي بورتا ee istaagto isbeddeli weeyday waxa suurtagal ah waxa aniga kamid ina aragtay laakiin buurta hadii waxaad ogaata sida uu ugu gubkid maxaan si xawani filaa buurta waxbaan ku soo dajin doona haddii waxaad aragtidna waa okay hadii kalena inshaalla hadii kalena xatay halkaan ka sii wadeena ixwani filaa ilaahay waxa ku soo dajiye buurta buurti waxaad ogaata sida budada kale noqotay amud ruka ixwani filaa subhanallah yaani absidi ilaahay culayski wixii oo dhan بورتي مجرت بورتي مجرت لا حول ولا قوة إلا بالله مركز دعي مركز الصوحي مركز سبحانك سبحانك إله سبحان الله تعالى واحد قالت أذيقان كوت توبت كيني نعم أذيقان كوت توبت كيني أيو كيري إله أذيقان كوت توبت كيني بوري موقتي ولا كعبسي ولا كعبسي بورتي ماشيت علي بابا بين نقطة إخواني في الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإذا بالجبل لما تجلى الله عز وجل له فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنا أول من أسلم وآمن بك يا رب مركو سوحي أصوته في أي إله وحانهي كي كيتو أنيق كوتو بتكيني كي أنيق كوسو إسلامي بانهي سبحان الله كورما وموسى عليه السلام ولا كيابسي إخواني في ولا كيابسي وبرت كسقاد وجوين أديك التقانيت أو واحد غت بربر نقط أو ركا إله لصمه لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز الإله وان كوت وبت كاني إله وان كوت وبت كاني نعم واحد غت أنيق أنا وحنا هاي أول من المسلمين مسلم كوار سان هاي يعني مؤمن كوار سان هاي إخواني في الله سأركي ميسان معجز إلهي كنت سيد سبحان الله تعالى وقع حوجي كثيرين وكا عظمه ايضا وكا وحكست انيقا سمينكرا بورتي يا لبابي كورا سبحان الله سبحان الله سبحان الله معجز عظيم ويا سبحان الله ثم سأله الرب عز وجل لما تركت قومك من ورائك يا موسى قال رب انهم على اثري واستعجلت وعجلت اليك ربي لترضى قال يا موسى قد فتن قومك فارجع اليهم رجع موسى بيده الألواح إلى قومه ينظر ما الذي حصل فإذا به يرى بعض قوم نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير ما دي مغلسا عطق واضح مياه الصوت طيب إخواني في الله جميل إن شاء الله نعم وادي مغلسا بارك الله فيكم محاد عي إلهي سبحان الله تعالى وثو ودين موسى وثو لي دات كاقي محاد وقات سميت مركاسو إلهي قال لي هاي وقو موسى دات كاقي فتنة صدح مرتي dadkaagi dadkaagi waayo waa reer bani israa'il ad ka soo tagtay fitna ku dhacday ee laabo markaas muuse calayhi salaam way fitnoobeen weeye nacam ilaahay fitnada hanaga ilaali dhamaan ya rabbil alamin ilaahow fitnaha na soo dhaxmarin anigii walaalahay qolka islaam laa fahmiin idaha ilaahow fitnaha na soo dhaxmarin anigii walaalahay qolka islaam laa ilaahow fitnaha soo dhaxmarin anigii walaalahay maamulka oo har iyo habeen qolkan ka shaqeyno ilaahow fitnaha na soo dhaxmarin anakii iyo xaasaskeena dhexdiisa iyo caruurteena iyo waalidkeena iyo jiiraankeena iyo muslimkeena yaa rabbil caalamiin aamiin dhaha walaaliyaal aamiin yaa rabbil caalamiin ilaahow fitnada ka socota soomaaliyana iyo dhibta ka socotaya iyo dhibaatada ka socotana ilaahowna astur yaa rabbil caalamiin yaa rabbil caalamiin muuse calayhi salaam waxaa la yidhi laabo uu noqday isagii alwaaxdii sido alwaaxdii buu sidaa alwaaxda maxaa ku qoran attawraa dhowr aayadood baa lagu soo qoray markaas u noqday xaguu noqonaya ikhwaani fillah xaguu noqonaya wuxuu noqonaya qoomkiisii tuuladii ay joogeen yaa la joogaa ayuu kaga sii tegay wuxuu kaga sii tegay nacam haaruun haaruun calayhi salaam buu kaga sii tegay walaalkiisa
هل كان مضرب تاند كسي أوغاتان وحا دعي دونا إخواني في الله هل كان مضرب تاند أوغاتان وحا دعي دونا وحا نوضنا قصد دي هبينكي ودبسي قيبتي أفراد نبي موسى عليه السلام نبي موسى عليه السلام نبي أشق على الجري نبي معجزوينك فرها بدنا نبي إلهي سبحان الله تعالى معجزوينك كسو دجي إخواني في الله الله أكبر ولله الحمد إخواني هل كان كسي وضينا هل كان كسي وضينا عاوة قصدة وعلوستي معجزوين بس ودقي مدرسين الأوغاتان مدرسين الأوغاتان إخواني في الله أرنك وعلوسي هاي أدي أدو علوسي هنفعيد سنة إن شاء الله وأريدي وإمك وقتي نبي موسى عليه السلام أجوكتي سماهن وقتي نبي موسى عليه السلام أجوكتي أو سفي عن الرماه واركسي ما إلو بسا إلو بمينو إن شاء الله ونعطي ونعطي يا الله بني موسى عليه السلام يعبدون عجلا من دون الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه السامري خدعهم وضحك عليهم وجمع ذهبهم الذي أخذوه من سبحان الله سبحان الله مصيبة في ريا ولا ريال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما دي مقلسان قلبي جيجا حوق أوية وحابقاتين رير بني إسرائيل كفر جيبه كلابتين كفر جيبه كلابتين ولا الله شرفت لقيمها لإمق ليان نعم موسى إمد عليه السلام مركز أركي قوم كيسي داد قاركود كمد وعابود أيو محي عابودين إلمها لحظة إي عابود أيو نعم نين وحابقاتا نين وحابقاتين إخواني في إلمها سعة بارك الله فيك أما الله حسن وإيسان ولا قاركود أيو قانان إن شاء الله إلمها سعة ويل إن شاء الله يقانا بارك الله فيكم أما دبي أي عابدين إن شاء الله نبقى يا رب أو واحد وقعت ذاتك هلاقي إخواني فيلا نك مج اسم تقانا نك مج اسم تقانا مالك قرطة ورقد يقلم هذا ستواني سجية إن شاء الله مالك قرطة مسابقين كان ليو دين دونا ولا ليال نك أوبا شيغي السامري 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 سبح جربان كسعرية إن شاء الله سألو إلي نكاسا واحد وقت دكي أبان شيغي رير بني إسرائيل انتي واحد وقت موسى عليه السلام ومعنا أمقنا عباده أما الله هدلو إلهي سبحان الله تعالى مال أقارع قوم فرعون وصنع منه عجلا وأمرهم أن يعبدوه من دون الله وكان هذا العجل يدخل الهواء فيه ويخرج فيظهر صوتا كصوت البقر فقالوا هذا رب حتى قال بعضهم هذا إله موسى فنسي نسي موسى ذهب يكلم ربه وربه موجود عندنا انظروا للجهل والغباء رآهم موسى يعبدون العجلة ويرقصون حوله ويغنون فرمى الألواح غضبا ثم جاء لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عجل نعم دبي وحضقاتين أي عابدين السامري وحكليه هاي مركا لو ياري أو مارت الله سواء قبت نبي موسى عليه السلام وياري ورمحات سمسي وحوري مارتي بالكن بان قعانتي ذكو السميي ودوبة إخواني في الله ودوبة سوام أركز من ودوبة أيو السميي ذهب غير بني إسرائيل كسو حدين أيا وحي لكوها هجاجي أو وحي لكوها هجاجي مركا وحابا قاتين بالكن سعابودي نبي موسى عليه السلام آدي آد بغنحي وحد وقتا قومكي لسو بدباديي او مركان امي كان نوع من الضوابة او وحد وقتا ديبي عبوديان كور سبحان الله تعالى مركان هل كاسان كسي وضينا جاء الى اخيه هارون قال يا قوم ماذا فعلتم ماذا صنعتم لما فعلتم هذا اعجلتم امر ربكم فالقى الالواح ومسك بلحية هارون وجرها وقال يا هارون ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي خشيت يا موسى لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهنا أستر ولا لي الآمين هل كان تفسير بعض بهنتين
هل كان تفسير بعض بهانتين وايو موسى عليه السلام مركو يميت واركي وحاب قات وحني عابدين قاركود هذا كل جوج ما هن للصعدة قاركود دبي جن وحاب قات بابضة لقسمي ما حد عي إخواني سلا ما حد عي نبي موسى عليه السلام أنتو الواحد بعنتكوا هاي عرضي وركا لجاي أيو وحاب قات ولكي هارون عليه السلام أيو دركي ساقط دركي بساقط كور إخواني سلا دركي بسوجيدي مركز كوري أخي ولالك يو أو دتك أنت عقتي سيدات أجو أجلاتي سيدات أجو أجلاتي رب بني إسرائيل إلى عبودان وحرقت صنبك لا حول ولا قوة إلا بالله مركز ما أختي نوح وجوابي ما أختي نوح وجوابي وحري ولال هدي وحن كعب صاري هدي الله ضو وأوانيو إن دحدو دئس دلان أو وحرقت فتنك دعو الله أكبر سيري هذا الكهارون عليه السلام هدي انت ديغا مقنيد وحن كعب صوري هدي ان اشيغو ان الالو الهي كعب صودا وروحن جوجيا ان ماشبه فتنه دي سيب بدتو مركا سببتا ايان حوغها قدال ان اسكو دبي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ان امرهم وانهاهم فيفترق بنو اسرائيل وربما يحدث امرا يحدث شيء بعد هذا تلومني يا موسى وكا اديغان كلو سوغيي اديغان كلو سوغيي او وحان ديتسنا اني كلا تغان اني اي كلا بحثدان اني كلا اوردان مدله سوتان ولاليا نبيغا كوسليه كلغي اللهم صل على محمد وبارك على محمد ما شاء الله اديغان كلو سوغيي يا اخي ولالك يا هيغا حمان اديغان كلو سوغيي سببتاسان وحاد اوغاتا ايمكن الهي كو كيني سبحان الله تعالى تفسير كام نغلو ميدونا تفسير كم نقوله بدونا إن شاء الله ولا الله قولك إسلام الله يفكت حان يكوى قلال نقدر جيسني نعم ماي نقوله معي إن شاء الله مسابقين كيان يقوي دين دونا إن شاء الله سورة هذا قال يا قوم لما صنعتم هذا لما فعلتم هذا من الذي خدعكم وجعلكم تعبدون العجل من دون الله فقيل لموسى عليه السلام إنه رجل من هو قالوا إنه رجل اسمه السامري أين هو؟ فنادوا السامري لموسى عليه السلام قالوا تعال يا رجل إن موسى يريدك فناداه موسى وكلمه وقال له لما صنعت هذا يا سامري؟ نعم نعم إخواني في الله تفسير كاسان قادرنا إن شاء الله النبي موسى عليه السلام ويابسني هاي قداشي سمصيبة دعبي منهين رير بني إسرائيل قاركود وحي عابوديان محي عابوديان ديبي قاسي عابوديان او دوبا لك السمي مركاسو نبي موسى عليه السلام ويري وريا وحن سعى اي عابودي نعم وريا وحا مارتي انيشيغي يا وحا مارتي اني وقصبي يا ارنكا نيكاني وحا لدي نللي راضا السامري نكا السامري انيقا ايغيارا وحا ترادا موسى يا كربا موسى عليه السلام يا كربا إيسو قرب الله المقر يو والنبوة دين دونا مسابقينك وحصرت قلب برية سهن دبي وحلوبة هاي أجدد حتى عرورتين ريركين حاسسكين ددكين أصحابتين هذا وشي كيسان نكا أيوها السامري السامري يا أرن كاسمي السامري باربا أيوري موكتي موسى عليه السلام ما شاء الله سود وادة والله قدر كيمي وحنص على قصة الأنبياء والنبي شان إيتمنات أن عاوى قلبينا يعروق دينا أن كحف دين إنه ما شاء الله والنبي شان إيتمنات إخواني في الله وإمسا والنبي شان إيتمنات 15 كينز أيورا فرانسيسكا 15 أيورا مارتي إنجريسكا سان مارتي أنجعلي ما شاء الله من هين وشان إيتمن عاوى وقصد ود بيسي نبي وحضرات موسى عليه السلام ورلبضا إلى إيسو عزوم أخي إيكادي أو برايفت كإيسو قلي هدان سو جيدينا كلي قولنا إن شاء الله بارك الله فيكم أجري حسنات سوء إلهي نغسي يدامانتين يا رب العالمين مركا هل كاسان كسي ودنا إن شاء الله قصدي نبي موسى عليه السلام عاوة وعرستي وينا معانتهي قفنا إنو بحين لما صنعت هذا يا سامري لما فعلت هذا قال لما أهلك الله عز وجل فرعون رأيت جبريل راكبا على فرس فأخذت شيئا من آثار فرسه ثم نبثتها على شيء شكلناه على صورة عجل ابن البقر وكانوا قد أخذوا شيئا من ذهبي
قوم فرعون أو زار القوم، فصنعنا منه عجلا كالذي رأيناه يعبد من دون الله، ثم نبثت على هذا العجل آثار الرسول وهو جبريل عليه السلام، فإذا به يصدر صوتا، وزعمت للناس أنه إلهكم من دون الله. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. فإذا بالعقوبة تنزل على السامري. سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السامري بالأوياري موسى عليه السلام بالله الليا السامري محاد وحا أسميسي محادتك أقليس الجهل هذا محاد أقليس كفرية مركز يقولي يا موسى يا موسى وحان أرغني قوم ذاتك لي مركز بدي كسو قدين وعبود ديبي أوك لي ديبي قاسان سميني ديبي قاسان سميني ودهب يحبان صنبك مركز سلاسة وحان إلهي عابوديين يا أنا كان إله أن راتني أن سلا وعابود كورم إخواني في الله كل بشيدان يا الله دقالمي كل بشيدان يا الله دقالمي مركز وحاد وقاتين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير مركزو موسى يابي موسى يابي إخواني في الله مركز لي هاي ما سلاسة مية نعم صنبك أما ديبي حتى وحي أسميين أفب أسمي كورم أفك واحد وقاتين إخواني في الله هدي الدبشة مرت مرتوا وحقصوا بحية سلا دواق أكله سلا واحد وقات المها صع أكله ها يا قصوا بحية سلا أكله يقسمي إخواني في الله دوا يقعنتوا يقسمي بارك عقابتي وقصوا دقيس مركز شكل موسى عليه السلام عقاب يد 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 شغستي عقاب بعد شغستي عقابتي ما دقيسنا وحيتها السامري يلا عقابي قال له يا سامري ستعيش في هذه الدنيا لا تمس أحدا ولا يمسك أحد من الناس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساك أما الموعد الحقيقي لعقوبتك يا سامري فهو عند الله سبحان الله سبحان الله ما دي مغلسان لقيست عقابت لقيست عقابت الجاهل لماذا لقيست عقابة السامري كل عيسى ولا لي لا إله إلا الله محمد رسول مسلم في كورنيا دب دب قف أدو تابع ميسيت قف دبنا أديك كتابة معي ساس الله حرمي كورن جركيسي نعم دب دب أديك قف ما تابع كرتيت أديك نقفك ما تابع كرو يعني واحد هانديكاب بغل كيو بغل هانديكاب بغل كيو بغل أرنك ما تفهمتني إخواني في الله سبحان الله أديك قفنا ما تابع كرتيت أليقنا قفنا كما تابن كرو إنتا سوين عقابة أدونك تا إلهي سبحان الله تعالى ويكوسو سعوته تا إلهينا ويكود بيساوته وحد لكل مدونتا آخر مثل مركز بمتيد ويان لا إله إلا الله محمد رسول الله وطا عقابة السامري وإن لك موعدا لن تخلفه وهذا العجل الذي عبد من دون الله الآن سنحرقه ثم نذريه في اليم في البحر لترى آثار صنيعك يا سامري نعم انت سمية ما انت سمين انت كمردا ماسترنو ما دي لسعطة ولا ليال وحي اد سمي سنة وحي اد ابورتين مركي دويلة اد صنف كسمي سيدي بينا وحاد اغادتا وان ججبيننا وان قبينا بدان كتورنا كورن بدان كتورنا موسى عليه السلام بكري ديبيجي اتسمسي لو بدا كسمسي وان بابيننا وانا قبينا ويان لا اله الا الله محمد رسول الله وانظر الى الهك وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله إلهي أتكدغتي صنبك إلهي أتكدغتي عبودتي دبيغة أتسميسين وحادغة وان بربرين سلا أوغو بدان كدرين وان قوين إلهينا وألوية تعال الصعدة لا حول ولا قوة إلا بالله إلهينا ومحيويا وألوية سبحانك بالله نهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين. إخواني في الإله ونسية وحدوا يا إخواني وحدوا مركز مقشان محاد ليدهين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله كلياتي ويان إخواني في الله سبحانك هل كاسان كسي وضنا وحان سوق قارني قيبتي لبعض ودرسي أفراد أن كجرنو موسى عليه السلام موسى عليه السلام إلى دقيستا إلى فائديستا والله نسوع عزوما جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إلهكم ومعبودكم الحقيقي هو الله عز وجل. طرد السامري ومنع أن يمسه أحد أو يمس أحدا، ثم رجع موسى عليه السلام وأخذ الألواح التي ألقاها ثم قال لبني إسرائيل عقوبة من عبد العجل أن يقتل. نعم السامرين وحد ذاتين إخواني في العقوبة دي كل عدي وحل ممنوعي إنه قف أطابت أما إساق داد إطابتان يعني وحل كجري إخواني في الله محل كجري وحل كجري كونتاكت جي دادك بين آدم كوردن سوما هنا إخواني في الله قفنا مطابن كرو قفنا إساق مطابن كرو سلاسي يقول عدي عقابة ديسي لا إله إلا الله محمد رسول الله موسى ويميد رر بني إسرائيل موسى ويميد رر بني إسرائيل ما دي بقى لسان موسى كيري عقاب كلا جست وعقابت محاية موسى عقابتا كلا محاية هاي دتكي آميني سعى أما ديبيقى أردو بدا لكتشمي وحابا غاتا وإنا قرطا لكتشرا وإنا لدلاو ويان دتكي أردن آميني وحابا غاتا سعي أما ديبيقى انتا عنيقى نغمقنا سبحان الله سبحان الله إخواني في الله كورما وطع عقابتي سبحان الله أن يذبح بنو إسرائيل تقتل أنفسها أي تقتل بني إسرائيل وكانوا ألوفا الذين عبدوا العجل. قال لهم موسى يا قوم إن الله عز وجل يريد منكم أن تتوبوا وتوبتكم هي الذبح فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر ولله الحمد إقابة وطا ودمق لسان ومق لنا إخواني في الله سؤالك مثال أنك نوان ترجمنا موسى عليه السلام فكل يهي غير بني إسرائيل لحذي نوانا جسكو ديشان لحدي نوينا ذكر عدان يا لجرعية وحلو بهاي وحي عبود أردن وحابقات دبجي صعي أما وحابقات وحي دوادا لتسميي ومركب ودرس يقص قاضني وإنا قرط الله ترى وإنا قرط الله ترى صاركي مثلا إخواني في الله الله أكبر أمرك علسي أمرك إلهي سبحان الله تعالى علسي قرط إنا الله ترى إله قال هذا نجقبه إله قال هذا نجقبه إله مشركين تنقى قبو إله نقى قبو مشركين تا قالدا منافقين تا إله نقى قبو إله عزيز مسلمين تا إله عزيز مسلمين تا إله عزيز مسلمين تا مؤمناتك يا مسلم كدمان يا رب العالمين آمين ملك استير جوغان قرتها الله جرو قرتها الله جرو إله وحي نعب إسلامك أما نعب وحادوغاتا مسلمك كي قرصون إيا كي وحادوغاتا كي قرصون أما كي مغضو إلهو أذيق قرط كجر أذيق أصادر ملايك قرط وحادوغة كجر توحي نعب مسلم كوردن يا رب العالم آمين تأيدها آمين تأيقو تاقيرا آمين تأيقو كالمية اللهم آمين اللهم آمين لا إله إلا الله فالكاسان كسي ودنا إن شاء الله. وأصبح الصباح وبيد الذين لم يعبدوا العجل السيوف وإذا بهم يحصدون آلاف من البشر في يوم واحد الذين عبدوا العجل. أما البقية الذين رأوا وسكتوا الله أكبر ولله الحمد عقابتما دعيسا عقابتما دعيسا أمر كيو إلهي سودجي أمام موسى عليه السلام وشيق موسى ميا دعيسا ميا لسمانيا إخواني في الله مضرب تيناد أغاتان قرت ميا لكجري وحي آميني أردن وحاد أغاتا ديريجي دوبالي لها نعم واجب بريي وحاد أغاتين انتي عابدين ديبيغا لوبدا وبرغي اوالي السامري افكان كسو دفنه مينهين السامري اوالي لوبدا سان سبيننا
إله كدكته وحرقته دتك أردن محيس ميين أنت آمنين أنت الصباح دي صوت وسين متكسر عندي سوح كايستا ساس متكسر سوح كايستا مدي وحرقته قرتي كترين قرتي كجرين إخواني سلا جزاء وقوقا كافرين تدور إيه وحرقته عبودي سي دبجة إلهي وينسية الله أكبر ولله الحمد إمس ويان في الآلاف في الآلاف وحفر بدن ويان وحفر بدن ويان كوميال يتكشي كرت أف صومالي في الآلاف وكوميال إخواني في الله أي قرط لك جري لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختار منه موسى عليه السلام 70 رجلا أخذ 70 وكانوا خيار الناس وكانوا أفلح الناس وكانوا أعبد الناس. قال تعالوا معي إلى عندي جبل نعبد الله جل وعلا ونستغفره عل الله عز وجل أن يتوب علينا. ذهب موسى عليه السلام معهم إلى جبل. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. مركي قرط لك جري وحادو قاتا كوي عابدي العجل أما سان أشيق ندبي. نعم وحادو قاتين موسى عليه السلام قيبتي كلي انتي هدي انتي هدي واي وكوي يكا فرحة كقادي ويان مارتي قال لماذا أما كافر لماذا محيس مين وحادو قاتين تدباتن نين أيو كسو ساري تدباتن نين إخواني إيسو قرى مسابقة اللي هو ديننا تدباتن نين أو صالح وايكا أو دد وناكسن وايكا أو دد دقن يعني شاء الله يقانو أخيار أخيار سلام على إخواني في الله. ها والله قفكم وأخيار ويان قفكم وقف دقن ويان ما شاء الله كل دينا واتسوقر تنبارك الله فيكم جزاكم إن أفرح حمر كنوان برتكور ما أخيار قف إدبله قف إحترامه قف واحد وغاته ها وهو ناكسن ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أيو كسو صاري محترمين أيو كاني مركز الكالي يسرع يا عزومية قفك الله يسرع وكما يسو قرى هداد إلى سعطان إن شاء الله كل جين ودي لسعطان يسرع وكما وموسى عليه السلام هداد يسرع عيسان بور بانتقنا وبورتا يا إلهي كبرينا سبحان الله تعالى استغفار بان ويدسنا إلهي بان ويدسنا تسبيح يان بضننا صبح صبح من هين كالي سرعة وصبحين تضبات قف موسى عليه السلام. وإذا بموسى يغمى عليهم ما يراه الناس يكلم ربه عز وجل والسبعين من العباد يستغفرون الله ويدعون الله ويستغيثون به جل وعلا حتى يتوب الله عز وجل عليهم. بعد أن كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم خرج إليهم إذا بهم يطلبون طلبا آخر فقصة بني إسرائيل. نعم بورتي أي إمادين موسى عليه السلام يرقي إلهي بعابديا إلهي بوينسينيا استغفار كي بدنيا إلهينا وأجوابي وأد بدافي. لكن موسى عليه السلام إلهي بلحظ ليا إلهي بلحظ ليا أنتو إلهي لحظ ليا مي مقليان رقم مي مقليان يسو قرى مي تفهمتين حق بد قولي دينا تفهمت مي ما مقليان إلهي بكتري مركو موسى عليه السلام توس ولحظ لإلهي سبحان الله تعالى وان أدب دافعي تدبات القف عديقي. نعم ما حدعي أرن بعد حيا أرن عجيبة دعيا أرن عجيبة دعي إخواني في الله رير بني إسرائيل أيها هايين وردتك رير بني إسرائيل أيها هايين أرن دعي يا ربنا إنا أغانو. كل ما تاب الله عز وجل عليهم يعودون فيذنبون ذنبا عظيما وإثما كبيرا. سبحان الله سبحان الله حدا سوء أغاني كورما رير بني إسرائيل مركز إلهي ونعم ديو مركز إلهي سبحان الله تعالى دم بيقوغ دافو قلتكم بيكودعان قلتك لكودعان ويكفريان وحيالة عجيبة قلتات ووين بيلا إمالان سلاسي هايين رير بني إسرائيل إخواني في الله ما دي مقلسان. إله نبي العلي قال لمو إله نبي العلي كفر إله نبي العلي حمان إله نبي العلي دم بي يا رب العالمين إله نبي العلي مركز تو إلهي ونعم ديو سمح الشيطان دروستي هورين قولك كهذا لي موسى عليه السلام سدح درسي بادوبا ولا شيء ولا لك قولك كحسب وهذا خطك إقلا الصعبة وإقلا الصعبة قولك مباركيسان قولك إسلام لك سدح درسي وكسابسان غير بني إسرائيل
ayaa waxaa ogaatiin iyo webka ku dhex jira jamaal islamlife.tripod.com ama maamulka weydii ama adiga gal oo fur oo dhegayso qisas alambiya, waayo waa darsigii 15-aad. Reer bani israiil dad caniid bay hayeen, dad maskax adag bay hayeen, dad madax adag bay hayeen. Soomaaliyeen ikhwaani fillah, ilaahay lagama dhigo. Annakaa ku soconna ayaan u maleeya reer soomaali, annakaa ku soconna, annakay u egtay sheekada inaan ku socono. Ilaahuna soo hanuuni yaa rabbil caalamiin, ilaahuna soo hanuuni yaa rabbi. Soomaali wanaagsan oo dahabna way jirtaa, soomaali wanaagsan ilaahay ka cabsoonaysa way jirta, rag iyo dumar. Soomaali aad iyo aad u wanaagsan, laakiin soomaali madax adagna way jirta ikhwaani fillah. Nacam, oo waxaad ogaatay ilaahay subxaana allah tacaala dembigeena ha dhaafo. Nacam ikhwaani, qisadii han usoo noqono, madila socotaan qisadii han usoconno. Haddaad imaqlaysaan, waxaa rajeynaya inaad iisoo qortaan numbarka 2-2 iisoo qora si aan u ogaado inaad imaqlaysaan oo codku wanaagsan yihiin insha allah. Baarak allah fiikum jazaakum allah khair. Waa yahay arrin bay ku dhacayaan, aan dhegaysano arrinka uu yahay. تعرفون ماذا طلبوا الآن؟ 70 عابدا 70 تقيا يطلبون من ربهم أمرا عجيبا. يطلبون من موسى، يقولون له يا موسى لن نؤمن لك إلا بشرط واحد، بعد كل هذا الذي سمعتموه وقرأتموه والآيات البينات التي رأيتموها، ما طلبكم؟ قالوا نريد أن نرى الله عز وجل وإلا لن نؤمن به. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله سبحان الله، مضح أدكا ضد عنيد ويان إخواني في الله. ما حي كده هن وتدوات كي قفة إمك وحد وقت موسى عليه السلام نجوك تبورته صار كي مثلا واحد دعيه حدا نيشي غي حدا نيف سيريا دقيت وحي كده هن موسى أرين بانكو شيءنا، موسى أرين بانكو شيءنا. هو ما حي أرينك موسى وحد وقت أنك كو آميني منه، دعوتها آمين منه، رسالتها آمين منه، إلهنا ما آمن سنين. سبحان الله ومحادعي ما أنت أردن آيدات، أنت أردن معجزو يا الأركتين وحالغتا وحانوبا هنهي حدد ربطينا مكو آمنو شرط كان نغاو قلوب. سبحان الله كورم إخواني فيلا شرط كان نغاو قلوب، شرط كان محي وإنا إلهي سبحان الله تعالى أن أركنا إن توس إلهي كورم إخواني فيلا. إن توس إلهي arrinka xaggaas u jooga, arrinka halkaas u jooga, kulligiina ku soo dhawaada qolka qisas al-anbiya, qolka tafsiirka qur'aanka, qolka waxaad ogaatiin muxaadirooyinka life-ka, qolka walaalaha lagu duceeyo oo ducadooda iyo muraadkooga ilaahay u aqbalo subxaana allah tacaala. Aamiin dhaha inta qof aan u duceynay uu ilaahay muraadkooga u aqbalay yaa rabbil caalamiin. Innikana waa nii duceynna waxaan leena ilaahay muraadkiina ha aqbalo, ilaahay caafimaadkiina ha inasiyo, ilaahay subxaana allah tacaala ha nii dambi dhaafo, ilaahay haniga farxiyo adduun iyo aakhira yaa rabbil caalamiin. Qolka sabarka, qolka wanaaga, qolka sharafta, qolka gabdhaha iyo wiilasha ilaahay dartiisa ay isku gursadaan, ilaahay dartiisa isku gursadaan. Qolkan waxaa ka gursatay 20 qof ka warrama, 20 qoys, 20 reer, 20 family, qaarkood caruurtoodii baa ordaysa ka warab. Waa ilaahay maxadiis. Yaa noqon doona 21, yaa noqon doona 22, khadka ayaa lagu soo jiraa dadaala. Qolkan barakeysan ay kusoo islaameen 26 qof, 26 qof baa kusoo islaamtay, soomaali murtad noqotay, soomaali gaalnimo lagu soo kuriyey, iyo ajaanib. Waxaad ogaataa, waxaad ka dhageysan kartaa websiteka, waxaad ogaataa qisooyinkooga ka warama walaalayaal. Ma sii wada waxay ahaadeen qolada 70-ka la socotay nebi muuse calayhi salaam. ilaahay na tus, haddii kale ku aamini mayno. arrinka waa khatiir. Soo maahin imika inaan soo casuumo walaalaha liiska lagu dhex jiro. anigaa soo casuumaya fiirinaya qeybta invitationka sida walaalaha khayrka iga hormarin. Waayo ma jecli runtii inaa khayrka laiga hormaro, ma jecelina khayrka laiga hormaro. ilaahay subxaana allah tacaala ha noo naxariistay. kanaan soo casuumaya, kanaan ku dhufanay invitation. alxamdulillah rabbil caalamiin. Waa soo galeen, waa ilaahay mahadiisa soo dhawaada walaalayahan soo casuumay, gadaalka soo casuumay, ku soo dhawaada khayrka maasha allah. xayaakum allahu bayaakum mubaaraka allah fiikum. ku soo dhawaada qisas alambiya oo life loo akhrinayo. waid qultum ya muusa lan nu'mina lak لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
فإذا بالسبعين تأخذهم رجفة من الأرض وصاعقة فيحدثون جميعا هلك السبعون كلهم. فدعا الله موسى. سبحان الله سبحان الله إغابت كسو دقس كور رمى تدواتك قف إمك وحادو قاتين تدواتك رجع وحادو قات إمك سيدا أرنك اللي إمك لباتة دا يشرك اللي إمك مد أختي وحا كسو دقي تدواتن ويان ها تدواتن وحادو قاتين لكا يالقاي لكا لقاي وبا كل قوغ ميت هالمر إخواني في الله دبال با كسو دقتي دوفان با كسو دقي وبا لكا يالقاي كور. سبحان الله سبحان الله إخواني في الله لا حول ولا قوة إلا بالله. موسى مركا يا الله هذا ليا إلهي بالله هذا ليا سبحان الله تعالى لقيت دع الله أن يبعث مرة أخرى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. موسى عليه السلام يا إله إسعري مر لبات دبا لو سعري سابتا لو سعري محيطي معجزة لكم تسيا معجزة يا لكم تسيا واحد وقاتا إني دب إلهي أشكريان إني دنبي قوغي إكسو حقا صارك ما يسار إخواني في الله لا حول ولا قوة إلا بالله كل مد كريات إدهين أنكو كما آمسين موسو أنكو رسالة ما آمسين واحد وقاتا إلهي مارت إنتوس إقابي كود على كور لك اللقوي تدواتك كي وحالو غاتا بابا مين هين ميت كوغا إخواني في الله مركان لان هاي كد دير هذا قلوك حمانتا كد دير هذا قلوك قبيالدا كد دير هذا قلوك حيسها كد دير هذا قلوك قبلها لكو عاين مارتي مفتالدا كسعطو كد دير هذا قلوك وحالو غاتا بدعدا كد دير هذا قلوك بدعدا إيو وحالو غاتا صوفيادا كد دير هذا قلوك وحالو غاتا حمانتا أو قرياشة الصوماليادة لكو بربرونيو كد دير هذا قلوك وحالو غاتا معصيدة سعطو محل لو غديرانيا وحن كعبسوننا ان عقاب الهي كوغو سودكتو سبحان الله كورن ان عقاب الهي كوغو سودكتو منات كعبسونين وهلكا لوكو كولا غوي الهي سبحان الله تعالى كرسيغات كوفا ديد او قولو كان هيسا كو دخي درتيد انو الهي كولا غوي كرسيغا كور وهلكا اد كو غوبتيد اما هلكا waxaa lagaata اد كو بختيد سبحان الله سبحان الله قفكي إلهي كشكريو قفكي إلهي قادم وايدين تيسا قفكي إلهي كمعسيو الدون إيا آخر ولا بربرونية تاؤو قاد إخواني فينا كسر دواد وقل كإسلام رايف إلهي سبحان الله تعالى فلي ديبان أسو علمية سيدي إيه أنيقا إيغو شكريان سيدي أنيقا إيغو مهديان سيدي واحد وقاتا دنبي قوغي واحد وقاتين إيغو سنقضان. هكذا بنو إسرائيل من آية إلى أخرى من معجزة إلى أخرى من علامة باهرة ثم بعد هذا يكفرون مرة أخرى. كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل؟ رجع موسى مع 70 رجلا مرة أخرى إلى بني إسرائيل ومع الآيات التي يستمر بها موسى عليه السلام مع قومه في بني إسرائيل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ساسي هاي ريال بني إسرائيل دد مضح عدك دد مضح عدك إخواني في الله ماذا مقلسان دد مضح عدك بهايين وحبالة تسيا معجزالة تسيا إلهي وأن عمدين يا إلهي وحادوغة تبيفتك قاضي يا وحيالة بلنبالة تسيا كفري جيبه كلها بنيا كورما ساسي هايين ريال بني إسرائيل إلهي واكن سونا وليسينا إيو تدواتن كينين موسى عليه السلام بيسا صار راعيان إيو صنع قليان وحي أصنع قني إخواني في الله قوم كي بدنا رير بني إسرائيل. هل كان أريم بدن باكس وصعدة هل كان أريم بدن باكس وصعدة سبحان الله أرنك وعلوسيهي أرنك وعلوسيهي أرنك خطير ويان وحن سوى قاني قيبتي أدبسي نبي موسى عليه السلام مضرب تينا دقي ستان مضرب تينا تكفى عيدي ستان مضرب تينا تكرى حي ستان مضرب تينا حفظيسان هل كان أرنك آدي ألبو عرسي. سبحان الله إله حق النسي إله عصمات النسي إله إسي عصمات أن كل ما يشترق صدا وايو قلبك أيا وحادو غاتا حوق يقرير يا إخواني سلا محو يقرير يا صدا أنت مضب يسوي عرستهي. سبحان الله أنيق مر إلى بجربان دقيسي أن كل راح يسي لكن إمي كمر كان ديبو حسوسته أرنك وعجيبه يعني
موسى عليه السلام إيه تضبات الكنين وحادو قاتين وحي كل غنيان قوم كيف يكون غنيان. نعم معجزوين في ربنا بصوص صعدة قصدي وحا نوصى صعدة وحادو قاتا سعي مارتي صفر أصفر ها وحادو قاتين جالالها يا صوص صعدة مثلا البقرة البقرة يا أغندون وحيارنا ها سعي نعم لا إله إلا الله محمد رسول أنهرؤ بلاوة أنهرؤ بلاوة إن شاء الله نعم أنهرؤ بلاوة إخواني في الله صفراء بقراء صوص صعدة يؤري مقلي لا إله إلا الله. توجه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قاطعا صحراء سيناء متوجها إلى بيت المقدس إلى الأرض المقدسة إلى الأرض المباركة. فلما وصل إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل قال لهم ادخلوا هذه الأرض المباركة هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لكم ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد. نعم واحد وقاتين موسى عليه السلام يا رب بني إسرائيل ويميت مركا سحرة دي بي سعدان سحرة سيناي بي سعدان واحد وقات بنان كبال السعداء واحد وقاتين يكي أسود دوالين حقي ولا ريال وحي أسود دوالين القدس نعم فلسطين هي أسود دوالين. موسى عليه السلام يا كلي واحد وقاتين أرددا بركيسا أرددا شرفت لي أرددا إلهي سبحان الله تعالى أني قلت لك لي واحد وقاتين إنك إسكلي إنك إنات قشان ويان سألك مثال مؤمنين يا إسكلي الله أكبر هذا وحا كنا لإخواني في الله قار أن نقانه ومسلمين في قرطة أجريه ودمر كيني كفصاني مسلمك وقبله يني كفصاني وعرور في قرطة أجريه ووحا بغاتا رقي يدمر كي قرطة أجريه أرضنا وحا يسكلا المسلمين تكورما تاريخ ذا فيرية تاريخ ذا فيرية وكل راح يسا هذا الهيشان قفك يسكلا القدس إخواني في الله سوار كميسان هل كان مؤمنين يا إسكلا أيو كلي موسى عليه السلام أرضنا بو إلهي مسيرير بني إسرائيل وقوة وحادقاتين وحا إسكالي وحادقاتا مؤمنين تا إسكالي كوا إلهي عابدوي سوماهي إخواني في الله كالي يبوئري أرددا إيان قلنا إن شاء الله إلى السعادة وفهم تاريخ ده إن شاء الله. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وهم على مشارف بيت المقدس؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا كورما عدك إن شاء الله ولا ليال هذا كورما بسم الله الرحمن الرحيم مريم قشان أوكي ويان حوقها الحمد لله وايهي موسى عليه السلام وحلي كالي أرضدا إلى هاي نقطة لقال القدس كرة حيثة وفلسطين إخواني في الله القدس وملكة لكتا الله ها وقبل كشام وفلسطين القدس يام أسوع نابو كل موقتي مركز وحا بقاتين إخواني في الله هاي محادعي محادعي إخواني في الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عناد مضح عليك محيو جوابيا وحلين مايا هل كان وحا نقوه الرأي أما فردية أما دقل داد جبارينا كلمة داد جبار ما تقانا إخواني في الله داد جبارينا داد وحا بغاتا حن يا ماشا نقوه الرأي أوددن اي وحا بغاتا موسو مضح عليك ها وحا بغاتا موسو هورتا دادكا صوصار مالكا دادكا كسو سارت الحن حن يا أنكا قالينا القدس ورب بني إسرائيل يا سيدة موسى أقول جوابية الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معانا قصص الأنبياء معانا قصص الأنبياء مد إلى درامسان معانكا مد إلى درامسان نعمة إلهي نسي سبحان الله تعالى قصص الأنبياء أنكو قرينا دحجوغنو يام بريننا أنكو قرينا دحجوغنو يام بريننا قصة النبي موسى عليه السلام يا رب بني إسرائيل صوت أحمرتي الله أكبر ولله الحمد إلهي يا مهضلي إلهي با مهضلي ولا لا كلن سي خير كان يا وناغل الهي ميزانك حسناتك هانو صار دمانتين يا رب العالمين واني بو اني كل جوج النبي موسى عليه السلام واكتي السعوده وارمها او دن ادغتيده كدعايو او انداي كدعاي سو ما هي اخواني في الله يا الى دريميا قفكي ارنك الى دريميا سو قور نمبر 3 سان اني مارتي ان افهم ان قصده لي غسوته ان شاء الله الحمد لله والله او دن ويرى دريميا ما شاء الله.
هنا تكلم من يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون ذكر قومهم بالله عز وجل وبتقوى الله وبالسمع والطاعة، فردوا بكل وقاحة على موسى عليه السلام، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أحبابي في الله، إخواني في العقيدة، وحضرة توحدهن أنك قلي من موسى وحضرة القدس أمرك القدس إلا تكسر سارس ذاتك الحشن من وقت يا لسعي موسى عليه السلام ابن يوشع ابن نون. ها يوشع ابن نون يا لسعدي يوشع ابن نون ما تقعنا إخواني في الله، بارك الله فيكم. وويل ويان يا لسعدي يوشع ابن نون مالرادة وحاده قاتين هو حسوسي إلهي بو حسوسي وإلهي كعب صدى وإلهي متكعب صوتان وإلهي مدوصة نقطان. موسى عليه السلام إخواني في الله أيا وحاده قاتين لحظ ليا هذه سنم حكرون أيا، فاذهب أنت وربك فقاتلا، قلة أدب مع موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. سبحان الله، مدح أذك مدح أذك إخواني في الله رب بني إسرائيل محليهن رب بني إسرائيل موسى أريق إلى هذا هرتبتك وكوا لصوت بقالن ددك جابرين تكو شيئين مجرمين تكو شيئين dadka la soo dagaalan anagu halkan meel aan uga socono male soo arki meesan istiiza way ku jajaysayaan way madax adag yihiin akhwaani fila subhanallah siriya inta jeere ay madax adag ugaan aragmay inta jeere ay waxa uga ta dhigtooda aragmay reer bani israa'il halka ma ka sii wadaa insha allah horta adiga bax adiga bax adiga ilaahaaga tag la soo dagaalama qolada halka degan markaad waxaad ogaataa soo baabiisan yaan anaka galayna ee meel kale uma socono eega waxa ku dhici doona eega waxa ku dhici doona reer bani israa'il. قال موسى خائفا من ربه ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل قال فانها محرمه عليهم، حرم الله عليهم بيت المقدس لأربعين سنة حتى يأتي جيل آخر، أربعين سنة يتيهون في الأرض. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله، والله سبع زوما ليس كن يكون حجر أجر كشقيست ولا ليال ما ذي مقشان. الحمد لله موسى عليه السلام يا كيري محام كرادا إلهي إلهو وقد أركس وحي يقول سمانيان إلهو وقد أركس وحي يبقى يان أنيقنا مسكين بانهاي فقير بانهاي ولالكي هارون بانهايستا ها إلهو ددك النصارح قلويان منهين إلهو ددك النصارح قل والله قلال كيميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دواد قصص الأنبياء ومباشر والله في الله آخرين أيو مركز إلهي كيري وحان كحرمني رير بني إسرائيل قالتانك القدس أمدلوك بركيسا أفرطن سنة كورما أفرطن سنة يان كحرمني أفرطن سنة رد يدمر لقطة مساري كران هلي ما يان القدس أردنا سويك مدينين لقطة سويك مدينين أفرطن سنة إيسو قرى قفكي مقلة يا إلهي دنبي جيس هرباف حتى وحان جعل الله ولا الله اللوق وكل حجرو ووحا بغاتا مستقبلك وهذا سنة يو وقبرنا وناك سنة إنك وناك سنة لشيكي سنة يو أولا إن شاء الله إلهي وحاد وقعت هدو حق السنو سهل وان إسقر سننا كوا سار ربا إني إن شاء الله أفرطن إيسو قران وحوقها اللوغة كسو بحان وكدبنا اللوغة وحاد وقعت جد إسكار نغضان ويقولك إسلام وايف ولا الوحان وقعني بسم الله الرحمن الرحيم مدي مقلسان وحان وقعني ميكروفون يلوغ وإسراعي كران ها وحاد جبتا قبضو يويلل وقولك بحجو جدر حتى أدمين كاملة ورنتي ميكروفون كان كدق يستخيرك luuqana waxa uga tagalo oo kadibna ilaahay ku arsaaqay wiilal iyo gabdho wanaagsan ma sha Allah iska gursaday soo sax ma ina kuwaan fila labadu way wala shaqeeyaan labadu way israaci karaan ilaahay ha barakee ya rabbal alamin naxam ma sha Allah labadu waa isku dhaxwadi karta naxam Allahu akbar wa la faa'ida atkin wad digisanaysa qisas al anbiya ama tafsir quraan ama sirad al rasul kaleey salatu wa salaam ama waxa uga ta su'aaliye jawaab ama qiraat al quraan ama aruuti quraan akhrinayso minhin لوقنا واحد قاتا قبر وناكسن إذا تخلص شيء كيسنة أولاشة أما ويل وناكسن أتقي وإلهي كعب صانية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله وايهي
إلهي بحوري وحوري أفرتم سنة قال لي مايا غير بني إسرائيل القدس هل كان كسي وضعنا إن شاء الله. سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها، كلما ساروا مسافة أيام رجعوا مرة أخرى إلى نفس المكان تيش لمدة 40 سنة، ثم بعد هذا وحلها لهم مرة أخرى. نعم سبحان الله إلهين وكقدبي إخواني في الله وكقدبي أفرت سنة وحرقتها وحجوغيا صحرها صحرها يكون ولانيا سيناي قال مايا القدس سواركي ميسان أفرت سنة ولنسيي إلهي سبحان الله تعالى جهدي أتقي الله ركا أولوسي مركز سيد خد يان إني تجار القدس أما واحد وقت إجلان فلسطين إلهي وكل سنة كورم الله أكبر أفرت سنة أفرت عام إخواني في الله. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما دي مقشان أن إلهي كعب صنو أن إلهي أصنو قنو أن إلهي أتوبت كإنه توبة نصيحة يا الله نين هين كسو قاد ولال كسو قاد كسو قاد وحاد وقاتها كالسوقات إلهي ناق وناق سنبك وارساقي حاس وناق سنبك وارساقي سوماهن قبر وناق سن أو سوماليد أما مسلمات أيوك وارساقي ما دي مقلسان أرنك إلا دقيسة عرو وناق سنبك وارساقي حاس كاقي ومالين كستو هبين كستو إسوكا دياريسو ورنتي ربطة إني مارتة إكولا شاكيستو أديغن ناق لألتو مني سيد صاحب صاحب وبرنانك تبي سيد حاران أرنك أبد كده حدرتا كما تسوى توبت كينين إلهي وقا حرمه أفرتن سنه وحاس كاقة ألنقو المنكرين أفرتن سنه وناق أكتابن كرين أليق ناق أتابن كرين نيو كور أرنك سوكو مرد عكرة سبحان الله سبحان الله كور ميسي وحادو قاتا رقا إيادو مركا حانت كده حجرو حانت كده حجرو قد يالده كشي كيسان أيو هيساة بيقيسان أيو وإلهي سبحان الله تعالى أفرتن سنة عرب عرب كذا وحرب أفرتن سنة عرب كذا قلجيو وهذا كرو إلي وهاي نتقن حمانيسي قبيل قبيل بعد سكود ليسين قبيل قبيل بعد سكو عايسين إلى هاي وسمين كرا إخواني في الله سبحان الله سبحان الله كورا هدات ولقى مساجد سادي دي إن إلى هاي وسو كسو تكتيت أو بس أد مبرز ساد أتفرد دي أو إلى هاي أفرتن سنة مساجد كي وكالون سيي ووحد وقت لبعثة مصيبة بدن كقول عليه سبحان الله مساجد كي تجي سيد كسر تكون شيء وبعد لا ذهي موت ماشوا كي لا إله إلا الله محمد رسول الله ها إله إله إلهنا الحرس إلهنا ضد البدافع إخواني في الله ها قبلها دير الجورك قبلها دير الجورك كور ما ها إنما دير الجورك كور ووحد وقت إسكا وحد وقت إسكا عادي شيء وحيالها وحادو قاتا إلهي وحرمي كورن ها وحيالها إلهي حرمي إسكا عادي استكورن ها ووحادو قاتا مسخوشة قال إيو واستمناء استعمالي قعنتو دا استعمالي قبل إيرق كورن إخواني في الله إن إلهي لباطن سنة ما أفرت سنة قعنتا دا استعمالي كذويني إن قبلها قاركود قعنتو دا استعمالان والعياد بالله إنما دا قاركود قعنتو دا استعمالان والعياد بالله قور كي بيديدين كورن لباطن سنة أفرت سنة قعنتا دا استعمالي كذويني كور أتشلي سن كذويني oo saxarada waxaad ogaataa aad ka dhaqi kar weyn oo kaadida iska dhaqi weyn ila farjiga iyo markasta gacantaada ku iyad ku xashaysay meenahin gacantaada ku jijiisay rag iyo dumar oo waxaad ogaataa gursa marka la kuleeyahay aad iska diiday subhanallah wal iyad billah wal iyad billah anu soo noqono qisadii nabi muuse alayhi salaam caawa wa habeenki u dabaysay weeyaan maya walaalayaan ha isoo qorina ceeb sheekh waayo waxaad ogaataa aniga wax kasta inaan ka hadlaa weeyaan aniga waxaan hay doktor waxaan ka hadlay waa diin weeyaan waa diin weeyaan aniga waxaad ogaataa meel khamr la ku cabbay waxaan waan galay waxaan leeyahay khamriga waa xaraan weeyaan gabad oo inin iyo wiil oo waxaad ogaataa gacanta biyaha iska keenay waxaan leeyahay biyaha iska keenina may walaal wax ceeb maahin ha aniga waxaan ii sheegay wax la raado waxaad ogaataa run iyo xaq iyo diin baan ii sheegay soo maahin ikhwaani filla arur barnaanka joogta sigaar cabbayso waan la fariisanay waxaan leeyahay ha cabbina waxaan waa xaraan weeyaan taasi weeyaan ikhwaani fillah taasi weeyaan diinta taasi weeyaan runta wixii la qarqariyo wixii la qarqariyo qurun baa ku dhex jirta iyadaa Soomaalida ma jira fahamteen ilaahay dambigeena hadaf aamiin dhaha aamiin dhaha aamiin dhaha ma sha Allah fi hada tiih wa fi hadhihi as-sahra hadathat umur kathira dhakara Allahu 'azza wa jalla ba'daha an'ama Allahu 'alayhim ma'annaha sahra bi ta'amin ismuhu al-man ta'am hulu jamil
يصنعون منه خبزهم والسلوى، طير يأتي إليهم في كل وقت بكل سهولة فيأكلون منه ما شاءوا. نعم نعم في ري ولا لي الوحد دعي. سبحان الله برامج كعلسي ما دي مغلسان عدك من قدر من ستساتان كدافة ولا قاركود حليين وما شاء الله ويا الحمد لله وما شاء الله ويا بلين. نعم ولا قاركود حليين حقات كسو قلتيك ميكروفون كان ها ميكروفون كان حقات كسو قلتي ما شاء الله. بوستا بوستا نيسو الرعين إن شاء الله بوستا نيسو الرعين إن شاء الله وإلهي مهديس واي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سؤال هذا إلهي أفرطن صنع أيوه وديري وأم منوعي إنه وحد وقاتين إخواني في الله ها إنه قلان القدس سسامهن بارك الله فيكم ما دي لسعتان بارك الله فيكم واي هي سفي عن بعد لسعتان ما شاء الله وحد وقاتين إلهي نحرس بدني الرحمن الرحيم صحراء يكون دافي منهم صحراء يكون دافي إخواني في الله صحراء سيناي ولو سي إلهي سبحان الله تعالى مقالي كريان مقالة القدس إلهي وقلنا حرسنية كورن إلهي وقلنا حرسنية ومضح أتكايين وحد وقاتين إخواني في الله عاندين بهايين لكن إلهي وقلنا حرسنية راشين أيو سينية راشين جيد بو سينية صحراء دحدي سويك سينية مالكو قرطة مالكو قرطة جيدك إن شاء الله المن المن أيو سينية جيدك سيوحك عنيان خضر داسي كعنيان إن شاء الله إيا إخواني في الله إلهي وحو صدر إياه شمبر لقاضه السلوى الله أكبر في ريا السلوى ومالبا كقرطة إني كنا سوقرة وإيا شمبر تاسي كعنيان هيلب كيجي إن شاء الله السلوى إيا جيتك حرورك كعنيان المن بارك الله فيكم مسابقة يعني قوة دين دورها اللوبين إن شاء الله ميان كسو عليا ميسواد وات فهمتين السلوى وشمبرتي كعنيان مارتي هيلبك المنة المنة وحد وقاتين ووحد وقاتين وحرورك يكون الدوران إن شاء الله بارك الله المن والسلوى إلهي كو أرزاقيا وحد وقاتين إخواني في الله صحراء السيناي ملك استوائنا نسكو التاقة ملك استوائنا نبرا ملك استوائنا الحفظية منهين هديك لو إحنا نقول إنسا علمي قابا أربين قابا قصة قابا هدي الكويديو محي عون الجرين صحراء بيكود حجرين هذا الشيء ميسيد قرم ميسيد واحد كهاد لي واحد كهاد لي مكوش هيك يعني واحد واركتا قال لي راشين وارق أو إلهي كو أرزاق الصحراء حرور يعني يري ولا لها قاركود حرور وقرم واي ما شاء الله قال لي أي كو أرزاق إلا رادو المن راشين سلا أوكلي بارك الله فيكم ما تفهمت إخواني في الله واحد ربعين أدو حبرتان واحد ربعين أدو حبرتان واحد ربع الصومالي إني كبحان ها إني كبحان مرة جاهل من هذا إني كبحان مرة أقوان تقابن إني كجوابتي ورها يسام حدا نبي نبي موسى عليه السلام أنبياء كله دتك قاركود واحد وقاتين إخواني في الله ما يقانن ورأيوها أيوها نبي واحد وقاتا بورت فولي اللي يري أدن صقر إن شاء الله غير إسلام رأيك واتقانا إنك أيوها نبي اللي يري بورت فول وأدن نعم إبراهيم عليه السلام دتك قاركود مؤكتين ولا ريال محيكو جوابيان وحيكو جوابيان برررر ما قانو ويان نبي إبراهيم إمسو عرربو دالي برررر ما قانو ورأي إمسو دالي لابو دالي دي برررر ودم حد دي علمي قوالا برتا والال دي علمي قوالا برتا دي نوشا دي كبح برررر 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 ما قانو ويان قولك وحبان كبارين ولالها ما شاء الله واي وحان الصور نقونا يا راشنك إلهي هلقا سكون نعمده يي المن يا السلوى رير بني إسرائيل محاد عيا إخواني في الله ها جواب في حتهي إبراهيم وحد علي إسماعيل إيه إسحاق بارك الله فيكم ما شاء الله حياكم الله بياكم وبارك الله فيكم ما دي مقلسة ولا ليال ما دي مقلسة إن شاء الله ها صح جامع ذا حتى اللقوة برتو جامع ذا حتى اللقوة برتو قصة الأنبياء كور قولك إسلام رايس ما شاء الله أوكي هل قاسا كسي ودنا إن شاء الله إلهي بأنه نعملي أخي إلهي بأنه نعملي آمين بالله الحمد لله. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بل حتى الماء كان موسى عليه السلام بالعصا يضرب بعصا حجر ينبع منه 12 عينا لكل سبط من أبناء يعقوب عين مخصص.
يأكلون ويشربون. مع هذا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بعد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. إلهو أديك أن حريص لي أديك الرحمن كيا إلهو أديك أن خلقي أنك أدومها جيبان هاي سمعني إخواني في الله. إلهو باهدين وبدنت هاي إلهو باهدين نوبوحي كي حانو سنعي عفمات سي كي مراد لمراد كيس سهل كي لباسي سنعيب تكاقات كي ربعينو قرسلو قور كيس أفو ذي والدين تينا أن حريصو عمر دير نسي يا رب العالم. آمين بها. آمين ولا ليا. واحد وقت موسى عليه السلام إلهي وحسي معجزة معجزة وانيقوة دين دونا مارت مسابقة أشي سهندو كله فتو بوركة سي. واحد وقت إخواني في الله بيا كصباح يكور وصحراء صحراء ويان ديزرت والقرى إنجريس كور ها. واحد وقت بيا كصباح يكور بيا كعبان رهر بني إسرائيل كور ما سيدو إلهي يقول لي عمري سبحان الله تعالى بيا كصباح يكور بيا يا بورتي أي كل صنايع ده الحين بكل صنايع أنت أو حاوصة بحياة على رأبيك عبيان بورت ده الحين. سبحان الله سبحان الله. بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها جادلوا موسى في كل شيء 40 سنة ويصبر عليهم موسى عليه السلام ويتحملهم ويتحمل أذاهم. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني بل كور ما ولا ريال بل كور ما ما شاء الله. أنت أمي كل شكرين رير بني إسرائيل أنت أمي كل جوابيان مايا والله مايا أنت كل جوابي مايا عناد ماذا حديك شكري مجر إلهي ببريان محليهن يا موسى وحنبا هنا التمادة وحنبا هنا البصل وحنبا هنا خضرت إله هذا النبري خضرت بانبا هنا تمادة أنبا هنا توم بانبا هنا بصل بانبا هنا سحرة بهذه الكور سحرة بهذه الكور إخواني فيلا وحن حفاقها يرحى سوستا قبلها دين تكبر صوماليات مالهين كوا دين تكبر هذا كي يسفي عن أرضها هذا كي يسفي عن أرضها قبلها دين صومالي تكبر إلهي سوها نوني ما أنت واحد وقت من باقبة وناكسن من باقبة واحد وقت آدي آدو وناكسن إلهي هبركيو ما لنت قصد دبسو حلاد وحاسا إغم مخم داهم باقو أي سرلتن بهوس تكترتي كبيه باي قدام ماضي كلام كي باي قدام ماضي مش عارف ايش باي قدام ماضي كان اي قدام ماضي على السؤال كي ميسان حوغاها سوما حسوسنا اخواني سلا وايو قصص كعبرو ويا قصص كوا تاريخ ويا تاريخ دي نبي موسى عليه السلام يا تاريخ دي امي كان جوغنا وانا اسوا اسكو عيقنا ويا مين اسلا هين وكاني ويا واركنا اي قم مقام واركنا اي قم مقام ها كان اي قم مقام ها واحد وقت ماترياليست واحد هذا سو ما هي إخواني فيلا سلاسة هايير رير بني إسرائيل كورم ها رير بني إسرائيل واحد كسر ربان ها حجوين كني 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله ما حد عي ولا لي المادي مقل إسلام بارك الله فيكم ها دائمي كورم دون قبلها قاركود ومحاجر هادو عذر حاس كيس أسوق قدو ومحاجر هادو داها أسوق بدلو او محاجر هذه سرير وناكسن اوكينو مايا يجي هاي ستشاني طبعاً ده اما شاني طبعاً دريع اي وحكا للربطة كورا مين اتلاين على عالكان شايق النواد الى فهمتين ويان بارك الله فيكم جزاكم الله خير اني كان اني مش شايق الناي وحان شايق النا قبضها الدين تكبر والله داد وحاجر قبضه مؤمن هذا قبضه وناكسن او صالح هذا وحادو قاتين اخواني في الله هل حبت او سلس او دهب ما هيستو يا الى اركي باركود ويجران والله نيكي وليجيت كومي ديمين سلس ذهب ايان قشانيا واي وما ربطينا سلس ذهب ايان قشته وحلاغا يوروبان جوغا محام كفال ايا يا اداوان ايا يا وحالوغا تامارتي اتغي ايا يوروبان جوغا ذهب حو كفال مايو الدوم كانوا ما كتغي ايا ووصو الى هاي ارساقه ريركي ايان كل سنة ايا ريركي ايان كوها قاجي سنة ايا نيكي ايان كوي لاشان ايا ذهب جنة ايا الربا مينهين والله دمر باجر والله الدمر باجرة دمر كقاركود نوحة بغاته بورصة يا أبو حدا دهب كور سبحان الله تعالى بورصة دهب بأبو حدا ما أنت مسلم كي يولا لهيد يمسلمين تملكسته وقاجون ايان ادمان ايان قاجو يدنا بورصة دهب بأبو حدا كور وفرقي وحبا سرتقالة قبردها إن هويديد جوكتكام قحوتية حمر دحده إذا أما وحا بغاته كينيا دحده إذا حافظة إسلي أما إتوبيا أما مقالوكالو أو أفريكا هو إذا بقى قحوتية أو مانتا لابد عاش بها ستا أما هل دريع بها ستا إذا نوحي ستا إخواني في الله بورصة دهبة
ها يسكن نقطة قبر دائمي كي مقلش ها حس بهذا الكيجة وحق وناجه هؤلاء دقائقه ما ضربتين وقعتان قصده وحبيبه دونه إن شاء الله حبيت حبيت ما أكل قادي دونه ولا الله قال كيم الكسر دواد قل كإسلام وايف كسر دواد قل كعقيدة الإسلام كنبريه العقيدة الصح نبريه نبريه قصص الأنبياء كسر دواد قل كنبريه شريعة الإسلام كسر دواد ولا الله هري هبين أسود جيده في المدة الله ياسر ريسا من هين قل كمركز وقشان محد سميسان وجدين حتى إن في المدة الله أتسر ريسان نعم بارك الله فيكم وايه محد عيّا إناد كي إناد باكسيبتي غير واحد وقاتين بني إسرائيل مركا مالين كميدا من بلد ليا من العقل أغنية أوراب بني إسرائيل كل حد رؤية لدليا نكا لدليا وعيو سيدان لو دليا مدرسة إناد وقاتان قصة مسابقين كوان لقوم تلي من تاجر يا لدليا مسابقين كوان لقوم دين دونا وأرن عجيب ويا وحبا كسو بحد دونا عجيب لقيست أدوح أرنكا تتيه في صحراء سيناء كان هناك رجل غني وجدوه في الصباح مقتولا بحثوا عن القاتل فلم يجدوه ذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى ادعو ربك يخبرك من الذي قتل هذا الرجل فدعا الله عز وجل فجاءهم موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اذبحوا بقرة أي بقرة كانت قالوا أتتخذنا هزوا نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة أهذه سخرية أهذه مزحة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ثم لما اقتنعوا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اذبحوا أي بقرة لكن جدال نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله أرني كيبان سيقى لنا حوق بان أقى لنا توس بان أدقي سننا توس بان أفايدي سننا أحبابي في الله أهلا وسهلا ومرحبا فيكم السلام عليكم محاد عيا نكي تاجر كيا لدليا صباح دي بالا سوك عيا ولا سوبر الرغيا من أماشا لكو دلي ووحا غاتا مقتول وحا غاتين رب الإسرائيل وحا يومنا موسى عليه السلام يا موسى إله هاق نووي دي نكن يا نقد دلي نكن يا نقد دلي ما دينا سعطان حدان إمقال السلام إخواني في الله إيسو قرى نمبر لح نمبر لح إيسو قرى موسى وحن وباهن ان الاله هذا نو ديسيد نكن يا دلي او واد لا سعتان ما شاء الله سو دو واد بارك الله فيكم جزاك كل جين واتوجدان ما شاء الله وايه مركاس موسى عليه السلام الهي لا هذ ليا الهي با امر يو ليهي وحد كثر على ربنا اسرائيل حكمه كسو سعت دغيسته وحد قشان سقره مركاس وي ما نري وانا سق قشان مركاس يا madwaalantay muuse anaku waxaan ku leeyahay noo sheeg ninki dilay waxaad ogaataa ninka adiga waxaad leeyahay saxqal maxaad u jeedaa maxaad u jeedaa ayay leeyin ajeeb way istiiza markaas uu leeyin saca noo sheeg ma mid buuran ma mid cas waxaad ogaataa ma mid dhuuban ayniku sacun qala yaani istiiza madax xoogaa ya adag oo cinaad dawadaan ikhwani fillah basiriya wa cinaad wa su'aal bighayri da'in قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا كبيرة ولا صغيرة عوان بين ذلك وسط تفعل ما تؤمرون شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم قالوا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها الله أكبر ولله الحمد هذا سورة بقرة ها بقرة صفراء الله أكبر واتن هل كان يكسر شيء قصدي صعة الصفراء نعم بارك الله فيك البقرة الصفراء هذا سوق يعني إخواني في الله وأن ترجمي دونا كفى إليستي إن شاء الله حياكم الله حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم ملك السجوك أحبابي في الله تفسير في القرآن كان سوق يعني قصص الأنبياء من كل حجرنا واي ولا ليال قفك قصص الأنبياء دقيسو محيكا متهاي هذه القرآن كوحاد وقاتة فضح قيبود ويهاي قيب يزيادة وحاد وقاتة وحا إسكاله وحاب قاس قصص الأنبياء يتكبرن كرتا أرك مالك قرتا هدو قرآن كسبح قيبود ويهي سبح قيبود أنوكلا سارنو قيب يبرد وحاب قاتا وحا إسكالي مارتي قصص الأنبياء يتكبرن كرتا تفسير القرآن كي فهمك يعني وات فهمتي وين قيب يبرد ما شاء الله وايهي هذا الكيب يكون بديين هذا الكيب يكون بديين سؤال دي بيكون بديين مركز إلهي إري
واحد قليسان، واحد قليسان إخواني في الله، بقرة صفراء، بقرة صفراء يعني صع حوجها مارتي إفتين له، أو مارتي كلر كيسة، أو مارتي مجدي وهين جالو سال أتقانان. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم يد قليسان ما خد قشان أرك الله دعيدو هرود. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ولا سعت عن كل جنا هل قاسان كسي ولنا إن شاء الله. تسر الناظرين. لكن سؤال باني ويدينا يا أي أمر كان كيري إن الطلام حقو أمر كان كيميت هذا إلى سعتان أي سقرة يا كو أمر إن الطلام سعة. الله أكبر الله أكبر الله عز وجل. نعم الله يا إلي موسى أشيري موسى سو قارسين منهن. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. سلا وحبرت ما شاء الله. اذبحوا أي بقرة بهذه الصفات. جاءوا المرة الثالثة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لم يتشابه البقر عليهم لكنه العناد لكنه الكبر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ما فيها علامة. قالوا الآن جئت بالحق. وجدوها عند يتيم طلب منهم وزنها ذهبا فأعطوه وذبحوا البقرة. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. هل كان حق بعد أولي دين تفسير هل كان ولا لها سوماليات وعلمي أصوى قليل طالتوغ إن الراتدان والله فريستان يكون صبر يقول كوغ إسلام وايف حق بعد أولي دين مركة وحالة قاتين هذا الكي هذا الكي بيكبديين على كل حاجة وحي هلين صع والصفراء وجاء الله عناد كياسي بطي وحاد وقاتين إخواني في الله رب إسرائيل بكرة دين صعة وحي كهلا ما دي مقلسان وحي كهلا إخواني في الله ويل أتيمة أتيم أتيم ما تقعنان أتيم ويل أغون إيه كهلا وصعا إسكالها مركز إرادين أغون أغون واتقعنان إن شاء الله أتيم يتيم ها يتيم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم حق حتى اللقد عربي نوا كبرنا يا أباه اللقد عربي جينو برتو هل كان إسلام الله دوان وحملا بدون دروس اللقد عربي كبر يس ما شاء الله أتكفى إلي ستان أنا جن نفتي لكفى إلي ست ها دروس وحملا بدون سيد عربي قال له أخري ما شاء الله برامج كونص صعدا مل كقرت ما شاء الله. بارك الله فيكم وعي أحبابي واحد وقع تويل أجان إيه كهلان صعي مركا وحوري أنا أقول سيدا نيسي ماي إنك إذا قدرتان ويان من سيدا هن إنك إذا قدرتان ويان ذهب ذهب بعد إذا قدرنا ذهب كي بالسيء ذهب كي باللوجو بدري سعي بقادر سعي بجورع عيان في ريح هلكم وحكي من دونه سبحان الله تعالى سعي يا للجورع عيا. قال خذوا شيئا من عظامها فضربوا به هذا الرجل فضربوا الميت فقام من فوره وأشار إلى قاتله إنه ابن أخيه. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي معجزة بسودي إلهي أرن كان بسودي إلهي كل جن وينسي ودها الله أكبر ولله الحمد والعزة للإسلام. صعب على قلي مركز إيري وحد قاتا ملسى سعى لفيس قات ميت ككلفته ميت كمرك كلفتان ميت كي وصوته وصي ونكي لدلي إباريين نكي وصوته وصي إخواني في إلهي سبحان الله تعالى حياتكي iyo noloshii ku suciyay markaas uu gacanta ku taagay waxaad qaata kii dilay isaga muxuri ibn akhi ibn akhi ma taqaanan ilaahay cilmiga hani baray inta wa taqaanan soomaali soomaahin sa akhwaan fila ibn akhi wa wiilka walaalkay weeyaan ha ibn akhi wa wiilka walaalkay weeyaan ina darke ma hine wa wiilka walaalkiisa iyo isaga dilay meedkiiba soo baxay ka war subhanallah subhanallah ka warama akhwaan fila meedkiiba dib loo soo noolaysinaya واتق سد مارتي سعي كدرت سورة البقرة. بارك الله فيكم. كذلك يحيي الله الموتى. حوادث كثيرة حصلت في ذلك التيه في الأربعين. هل كان وحن كبر لنا إنه إلهي سبحان الله تعالى أود إليه ميت كأدب أسون ولا سين كرأيه فرينت قال ذي كسعته من هين قال ذا ما أمي سنقفه هدول أنت هنا دب لسون ولا سينه قصدا أقول قصة النبي موسى عليه السلام مغشة كيا هدي عبركو قادنا يان هدي عقلي وكفرين وكا إخواني في الله
وحد قات إلهي دب أسو نولسيي وحد قاتين ميتك لا إله إلا الله انت أو وحد قاتين أو عبرو انت أو عيدو يا لطسي غير بني إسرائيل أحبابي في الله حبحنا وحن نوهري قيبتي قد بيسي وانا صوخة من عاوة فسدي نبي موسى عليه السلام سنة حتى اقتربت وفاة موسى عليه السلام مات قبلها أخوه هارون ثم اقتربت وفاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سوني ماله المركب دويت سوني ماله المركب دويت إخواني في الله واحد وقاتي واحد سورة وادي جيردي نبي موسى عليه السلام نعم واحد وقاتي نبي موسى عليه السلام واحد وقاتين هرتي واحد انتي ولالكيس ولالكيس بعد انتي عليه السلام وقوم ولالكيس هارون كدي من واحد كحي دونا نبي موسى عليه السلام هذا قيسنا ان شاء الله عز وجل ان يميته بالقرب من بيت المقدس وفعلا اماته الله عز وجل رمية بحجر من بيت المقدس ودفن هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا مغلسان إخواني في الله النبي موسى عليه السلام ولكن سيا كهر جيريودي هارون عليه السلام واحد وقاتين إلهي موسى عليه السلام وحكد البضي إنه كب جيريودي أمو كدلو واحد وقات بيت المقدس مساجد المقدس أكتيس أداريس إنه كدلو إلهي سبحان الله تعالى أكتيس أي كدلو كور سبحان الله إلهي وكاقبلي إلهي وكاقبلي هل كاسو كب جيريودي واحد وقعت مال ودو واحد وقعت مساجد القدس مساجد القدس مارتي أو كتيالو فلسطين إخواني في هل كاسو كوغيريوني نبي موسى عليه السلام الله أكبر ولله الحمد حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لو شئت لأريتكم مكانه على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في صحراء حمراء عند الكثيب الأحمر هناك دفن موسى عليه السلام نعم حتى الرسول كان عليه الصلاة والسلام يعني حسوسية أو نور شيغي أو قداش يتكشيغ الرسول كان عليه الصلاة والسلام ما الوقت أخواني في الله وحوري واحد وقاتين موسى عليه السلام موسى كو آسين هاي مال صحراء أو قدودة يعني عمود وقدود سنت هاي كمر ديرو إخواني في الله كمر ديرو مساجد القدس الله أكبر وفلسطين كمر ديرو ويقولوا هاي واحد وقتا نعم ودول دول شوقها الصحراء يعني بنان او كلي او عسان او قدود ان شاء الله اي هلك وكو اسي الله اكبر صار كي مثال نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير هلك سوكو اسي هي النبي موسى عليه السلام بل فيريا حقا سو غارني تاريخ دا سو غارني فيريا حتى وحن برننا مارتي هلك كو اسي هي النبي موسى عليه السلام هلكي كو اسي هي مكان اي ويجي ان شاء الله ما حد كو جوابيسا هل كيبو كو آسين يا نبي موسى عليه السلام هل كيبو كو لنتي هل كيبو كو جيريودي لا وحد ليدهين وحي قدو ده هاي مساجد القدس مساجد القدس يقدو ده ما شاء الله وانتهت صفحة نبي من الأنبياء في هذا التيح حدثت حادثة لموسى عليه السلام مع رجل اسمه الخضر سنفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة مع الخضر وتوفي موسى ودفن عند بني إسرائيل ولم ينتهي التيه بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله هل كاسو كو غير يودي نبي موسى عليه السلام هل كاسان كو صحرني واحد وقاتين قصدي نبي موسى عليه السلام واحد وقاتا كو غير يوني مارتي أكيدة واحد وقاتا القدس مساجد القدس إلهي سبحان الله تعالى ميزانك حسناتك نقدره إلهي سبحان الله تعالى دنبقين هدافه وحن سوق هذا نبي موسى عليه السلام أفر درس أفر عشر أفر عجل ومن لبس عضوت إلا موسى عليه السلام مركز لدري سو ماهي الإخواني في الله إلهي ونسيه والله التكبير الله أكبر ولله الحمد آدي أدبر أفرح سي الحمد لله إن الله سوق المي أنيقي إولا الله يقولك إسلام رايف بسد النبي موسى عليه السلام أن وحده قالت قل كان كقادني وإلهي مهديس وإلهي مهديس وحلنا الحمد لله رب العالمين ولله يا أبلا قادني
walaalaha ayaan u ballan qaadnay waa nebigii 15-aad aan ku qorayno taariikhdeena, aan ku qorayno miisaankeena xasanaadka, sidaasay u faa'iideysteen walaalaha. Waad maqlayseen dufina xaggaasaa lagu aasay. waxaad ogaatay qisadii nebi muuse calayhi salaam halkaasi ku dhammaatay. allahu akbar walilah alxamd. ilaahow noo naxariiso, ilaahow miisaanka xasanaadka noo saar, ilaahow kelmad kasta oo aan turjumnay, kelmad kasta dhegteena ku dhacday, ilaahow duruubtii aan soo galnay aniga iyo walaalaha qolka islaam life, waalidkeena, dumarkeena, gabdhaheena, wiilasheena, walaalaheena, maamulkeena, ilaahow ugu dambi dhaaf. kelmad kasta uu sheekhu afkiisa yidhi, kelmad kasta aan turjumnay, kelmad kasta aan soo qornay subxaanallah, kelmad kasta aan soo qornay, xaraf kasta aamiin aan soo qornay, allahu akbar, ilaahow noo dambi dhaaf dhammaanteed. waka caalanka ha shaahid ha noqdo, ilaahay baa shaahida. nebigii 15-aad ayaan ku baranay oo ilaahay nagu baray qolka islaamka, soo farxad maahin. waa nebigii 15-aad ayuu ilaahay na barayaa oo aan xifdinayna ka waran. ilaahay baa nala jeclaaday, khayrkan ilaahay baa nala jeclaaday. inta soomaali qaarkood ee wareegeen maahin, soomaali qaarkood ee wareegeen qolalka ku wareegeen, halkanuu ka dhacay, halkanay ka dhacday, halkanay martay, halkanuu maray, ayaan anagu halkan 15 nebi aan ku qaadanay calayhi salaatu wasalaam dhammaantood. allahu akbar walilah alxamd. waxaan u baahanyahay walaalaha qaarkood inay takbiirta soo qoraan kulligiina, walaal ilaahay weynaysiiye, ilaahay subxaana allah tacaala ha noo naxariista. nebigii 15-aad ayaan halkan aan ku dhamaystirnay, maasha allah, baraka allah fiikum wajazaakum allah khair. nebigii 15-aad ayaan halkan ku xafidinay. wax kastaad iga weydiin kartaan qolka, waxaad ka weydiin kartaa walaalaha oo dhan qolka islaamka ku xidhnaa duruustan 15-ka nebi xabad xabad ba u yaqaanaan. ilmihii u yaraa u daa yaraa waa 7 sano oo qisas alambiyaa dhegeysanay, 7 sano walaalayaal. qofkii u weynaana ilaahay ba og. waxaad ogaatay waxaa nala fadhiyey min 10 sano, min 6 sano, min 7 sano, min 8 sano ayaa nala dhegeysanayay. ilaa 5 kun oo qof oo qiyaasti iyo ziyaada ayaa ku taxanayd 15-ka darsi qisas alambiyaa oo loo wey ka hor qolka islaamka iska bilaabnay. ma intaas miya? maya. walaalaha kulligooda isku waxaad ogaatiin, kulligooda way faa'iideysanayeen. guryaasha qaarkood waxaad ogaatiin ikhwaani fillah min 3-4-15 qof ayay ku dhegeysanayeen maasha allah. habeen kasta 200 qof iyo ziyaada ayaan ku qaadanay darsigan. diyaar ma tiinaan ambiyada kale sii wadna? diyaar ma tiinaad ila faa'iideysataan? diyaar ma tiinaad ii faa'iidaan 15-ka nebi ku haray? waayo 25-ka nebi ee kitaabka lagu xusay ama kitaabka maarata lagu sheegay ayaan xaggan ku qaadanayna life, noloshoodii oo dhan iyo historigoogii oo xabad xabad aan u baranayna. ambiyadu aada iyo aad bay u fara badanyihin ikhwaani fillah, ambiyadu aada iyo aada bay u fara badanyihin. tiradooda ilaahay unba og, ma ogtahay? kutub bay ku qorantay. reer bani israa'iil ambiyada loo soo diray 1000 iyo ka badanyihin ka war, 1000 iyo ka badanyihin ikhwaani fillah, subxaana allah, ha 1000 iyo ka badanyihin. laakiin waxa oo dhan waxaad ogaata qaadan mayno ee 25-kii nebi. waxaad ogaatiin ikhwaani fillah, aan waxaad ogaatiin waxaad ogaatiin kitaabka lagu xusay ama lagu sheegay ayaan qaadanayna ikhwaani fillah. waxaan rabaa inaan dib niceliyo wax yar. nebi kalaa ku xiga, nebi kale ayaa ku xiga oo aan qaadan doonaa darsigiisa insha allah habeen dambe ama ayaamaha soo socda. madi maqashaan nebiga markduuda maqlayseen arrin baa soo dhex martay, isku waqti baa hayeen. nebiga la idhaahdo magaciisa ma aqaan, haddaad si fiican ugu dhawaaqayo alkhadar, alkhadar ha iisoo qoran insha allah alkhadar. isku waqti baa hayeen. maxaa soo dhex maray isagii alkhadar? maxay tahay qisada alkhadar? ha maxay tahay qisada alkhadar? alkhadar ha saasaan ugu dhawaaqaya insha allah. baraka allah fiikum jazaakum allah khair. maad rabtay inaad ogaataan alkhadar qisadiisa? maad rabtay inaad ogaataan nebi suleymaan calayhi salaam? nebi suleymaan calayhi salaam waxaad ogaataa isagiyo la hadlayo, waxaad ogaataa xayawaanka uu maqlayo. subxaana allah, ilaahay fadligaa uu siiyey. maantaan dhegeysanay wax yar oo aan bartay oo walaalahan ugu yarka taabtay qolka islaam life. nebi suleymaan calayhi salaam isagiyo waxaad ogaataa abaar ku dhacday dhulkoogii, oo isagiyo raggiisi soo baxeen askartiisii oo ilaahay rabaan inay meel kusoo baryaan ee ilaahay tuugaan. ilaahu nasiir roob. maad ogtii waxaa dhacay nebi suleymaan calayhi salaam wuxuu arkay ikhwaani fillah, wuxuu arkay quraanjo ayuu arkay, quraanjo oo gacmaha u taaganayso ilaahay subxaana allah tacaala oo baryayso roob. subxaana allah, iyadaa ka horreysa quraanjada ka horreysay baryada nebi suleymaan calayhi salaam. markaasay leedahay ilaahow roob isii, ilaahow roob nausa daadiji. markaasuu nebi suleymaan calayhi salaam markuu arkay ayuu farxay. ha
waxaad ogaatiin ikhwaani maxaa dhacay askartiisigu ka yidhi looma baahan inaan xaggaa tagno oo baryadaan sii barino, waayo quraanjo yaa naga horreysay, naml baa naga horreysay oo ilaahay barisay, roobkiina waa soo socdaa, itaa ku bishaaraysa, ilaahay weynaysiiye, allahu akbar. Qisooyinkaasaa noo soo socda. Nebi Suleymaan calayhi salaam, Nebi Ciise calayhi salaam, waxaad ogaataa Maryam, Maryama radi allahu canha ayaa noo soo socota, hooyadii Ciise dhashay. Nacam, waxay noo soo socdaa ikhwaani fillah Alkhadar, waxay noo soo socdaa waxaad ogaataa Daa'uud calayhi salaam, baarakalafug Maryam bin Cimraan ayaa noo soo socda ikhwaani fillah, waxaa noo soo socda rasuulkeeni calayhi salaatu wasalaam, Zakariya calayhi salaam baa soo socda 10 iyo ziyaada ka warrama, 15 baan qaadanay, xabid xabid baan u kala dhigan doonaa. Qolkan waxaan ku heshiinay min Nebi Aadam calayhi salaam ilaa Maxamed rasuulkeeni calayhi salaatu wasalaam aan kusoo dhameyna, manaheen Nebi Aadam ayuu haa ikhwaani fillah waa khulafadii ilaahay uu ardada keenay, manaheen waa askarigii waa representantkii uu ilaahay uu keenay weeyaan ardada. Nacam, waayo waxaad ogaataa waa Aadam calayhi salaam. Waxaana kusoo dhameynaynaa basharka ugu wanaagsan ugu fadliga badan uu ilaahay kusoo khatimay diintiisa waa kuma, waa rasuulkeeni Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Aadam baan ka bilaabnay, Maxamed ayaan ku soconnaa calayhi salaatu wasalaam, 15 nebi ayaan qolkan ka faa'iideysan doonaa. Diyaar maduti inaad faa'iideysataan, diyaar maduti inaad ka baxdaan cilmi daradan, inikiyo gurigiina dhex joogo, inikiyo xaafadiina dhex joogo, inikiyo waxaad ogaatiin gurigaaga adiga ninkaagii xaaskaagii ama adiga caruurtaadii inaad wax baratid, haa diyaar baan unahay maasha allah. Waxaan xalkan ka salaamaya walaalaha xaasilayda, walaalaha raggan u diraya salaan oo duco, ragga u ogolaaday dumarkooga inay is-ag fadhiistaan oo ragga ee xaaskooga ee ka barata qolka Islaam life qisasul anbiya, meelay sida ahayn, kuwaasaan salaan u diraynaa, kuwaasaan duco u diraynaa, wataa faa'iidada xaaskaaga paaltooga usoo gashay adiga ag fadhiid aad ka warhaysid inay sidaa ee qisasul anbiya ee adiga markaad shaqada ka timaadid caruurtaadi iyo naftaadi u sheekeynayso, idinka ilaahayna nii barakeeyo. Gabdhaha waxaad ogaataa caruurtooda oo ogolaaday qolka Islaam life inay waxaad ogaataa qisasul anbiya nala dhegeysto, hooyooyinka caruurtooda u ogolaaday 14 jirka 15 jirka da' kastaa noqoto waalidka ee caruurtooda qisasul anbiya iyo diinta iyo cilmiga ka bartaan, ilaahay dambigiina ha dhaafo. waxaan hadalkay kusoo gaabinayaa, ilaahna naxariista, إلهنا نود بدافع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا، اللهم ارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات يا رب العالمين. اللهم انصر الصوماليين والمجاهدين، اللهم انصر الصوماليين والمجاهدين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين بتاعنا، المجاهدين انصر يا رب العالمين، اله مجاهدين تنصر، اله قوشة نوسو علي، اله حق نوسو علي، اله سر نوقات دمانتين يا رب العالمين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم بارك القرفة إسلام لايف، اللهم بارك لنا قرفتنا إسلام لايف وكل الإخوان إسلام لايف، أهل إسلام لايف، آمين يا رب العالمين. إلهو رب إسلام لايف هبرك هيو. إلهو إلهو حنكو ديسالنا كل جينا خاتمة دون أكسن. إنكو أرزاق خاتمة دون أكسن. إلهو الأركسة وحي نغاهيت ددال مساكين بان هاي، الدومة هاجي بان هاي، معجزوين كاجي بان برني، أنبياء هذه أبو صدر تحقق. yaan xabid xabid u soo kala baranay oo ilaahu adigaa na baray adigaa waxay noo sheegay soo maahin allah. waxaan ku leenahay walaalahan oo dhan soo qoray aamiintan caafimaad iyo cumri dheer iyo dembi dhaaf kulli siiya aniga yaa rabbi alcaalamiin. ilaahow halkaa uu ku geeriyooday nebi muuse calayhi salaam oo caawaan dhegaysananay, ilaahow noo xorree falastiin, inoo xorree yaa rabbi alcaalamiin, oo uu ka xorree cadowda iyo dadka la dagaalamay dumarkeena iyo muslimkeena iyo kitaabkeena iyo dhulkeena muqadaska maalin kasta nagu gogoracayo, ilaahu naga xorey yaa rabbi alcaalamiin. ilaahu meel kasta joogaan muslimiinta ka xorey, ilaahu noo soo dir askar, ilaahu malaa'ig noo soo dir oo dadkan oo dhan qorta ka jarto, oo ilaahu subxaanallah tacaala khayrka noo siyaadi, nicmada noo siyaadi. ilaahu walaalihina lunsanna ama dhibaataysanna ama baadi ku jirana, ilaahu iyakana u fududey
oo xaggaaga dib u soo celiya rabbil caalamiin. Ilaahow caafimaadna sii, kheyrna sii, wanaagna sii. ilaahow haddaan nahay inamo weli gursan oo guurkii xalaasha raadinayno, ilaahow farjigeenna waxaan ka xarimaynay, waxaan u diidnay xaaraan, waxaan u diidnay xaaraan farjigeenna iyo indhaheenna. ilaahow nagu arsaaq gabdho wanaagsan oo baariyaada, gabdho wanaagsan oo baariyaada, mise gabadh mise garoob, ilaahow nagu arsaaq yaa rabbil caalamiin, oo guriga noo timaado oo nolosha nala wadaagto. ilaahow haddaan gabdho aan nahay ama garoob aan nahay oo weli aan gursanna gurdoon aan nahayna, ilaahow cabsidan iyo dhibaatadan iyo cuqdadan iyo walbahaarkan iyo dhibtan madaxeena haysata ka saaro. ilaahow iimaanka noo socda inaba wanaagsan oo soomaaliya oo aan ka gursanno qolka Islam Life ama masaajidda aan ka gursanno, ilaahow nagu arsaaq yaa rabbil caalamiin. ilaahow caruurteena astur, ilaahow caruurteena astur, ilaahow hooyooyinkeena dhintay iyo waalidkeena dhintay u naxariiso yaa rabbil caalamiin. aamiin. ilaahow waalidkeena noolna cumri dheer sii yaa rabbil caalamiin. ilaahow miisaanka xasanaadka noo saar. ilaahow kelmadeena u dambaysa ka dhig laa ilaaha ila allah. ilaahow kelmadeena u dambaysa nagu arsaaq laa ilaaha ila allah. ilaahow haddaan dembi galno ama haddaan xumaan aan soo galnay ama haddii xumaan noo soo socoto, ilaahow naga ilaali. ilaahow nagu ciqaabin xumaan iyo dembi yaa rabbil caalamiin. ilaahow khaatimo wanaagsan kulligiina nagu arsaaq yaa rabbil caalamiin. laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah. halkaad naga dhegaysanaysaan وقلك إسلام رايف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحن آديات أن أمد علمنا أن لنا هي بارك الله فيكم جزاكم الله خير ولا لها إيه أدمينستريشن إذا رد أوردن إرير إسلام رايف ونسي وقتي ونسي وقتي إلى أن أسوى قدلنا شن يتبن نبي وواحد ذات من أبونا آدم إلا موسى عليه السلام وكل جوج الدوبيين يعني أمهد علينا أن لا نهاي أنك جرينا دح جبنه يعني برتين علمي قصص الأنبياء إلهي ميزانك حسناتك نيسارو إيه ورالكي شيخ نبيل العوضي إيه ورالكي سوجيدي جمال إسلام رايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا رسول الله إلا رسول الله إلا رسول الله. أمست معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرب الرسول بذاتي. أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات. والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات. لا لن يغر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقات. يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد إنني متلهف للقائكم بمماتي. عرضي بعرضك يا نبي ملكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي. حان الوقوف لعرضكم بثباتي. يا فرحة الدنيا المليئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات. سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبياتي. فلربما غصن الأراك بلينه يثني المبارز يسقط الرايات. ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهبات. للقوم إثر وفاته بهبات. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي. هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي. هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام بصلاتي. فستعلمون.